مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم حلقتنا حتناقش موضوع، حنكون أنا والأستاذ محمد ونستضيف شخص عزيز على قلوبنا للمرة الثانية على هذه القناة كنار تي في. حنتكلم عن نظرية المؤامرة. طبعا ظهرت بعض البرامج التلفزيونية وظهر بعض اليوتيوبرز والناس اللي عم تحكي عن موضوع المؤامرة وبيستدلوا في بعض الحقائق وبيحاولوا انه ينسجوا شيء جميل للفيديو ويعملوا فرقعة إعلامية بدنا نسميها احنا عشان يوصلوا للمشاهدين ويظهروا انهم على صح. طبعا احنا اليوم مش موجودين انه عشان نظهر انه احد على خطأ، ولكن نريد ان نظهر في هذه الحلقة الحقيقة كما هي للجمهور عشان يعرفوا ما هو ماذا يحدث حولهم. هل هناك فعلا ما يسمى ب نظرية مؤامرة، خاصة في موضوع الفيروس الجديد هذا اللي عم بحيط فينا؟ وللأسف طبعا حتى بعض المحطات الإعلامية الكبيرة جرت، بداش نحكي جرت خلف هذه النظريات وخلف هذه الفيديوهات المفبركة. أنا تارك تعريف بالضيف لأخونا محمد، بما أنه صديقه وعزيزه، صديق إلي طبعاً بفتخر فيه. تفضل أستاذ محمد. معنا طبعاً اليوم الدكتور أسامة أبو رشيد للمرة الثانية. دكتور أسامة يعني كان موجود معنا من قبل وعرفنا فيه والجمهور تعرف عليه، والحقيقة أنا لما بدي أتكلم عن منهجية في التعامل مع المشاهد السياسية والمشاهد والأحداث اللي تحيط بنا في واقعنا، أجد أنه أقرب شخص ممكن أحاوره في الموضوع وأناقشه في الموضوع وأستمع له بإصغاء واستمتاع وبعلم هو الدكتور أسامة. فأرحب بأسامة للمرة الثانية معنا، وهو مرحب به دائما معنا في قناة كنار تي في. أهلين أسامة، كيفك؟ يا سيدي أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة مرة ثانية. إحنا يعني شايفين المشهد اللي حولنا، وإحنا شايفين اللي بيصير في القنوات الإعلامية المختلفة وفيديوهات مختلفة كتابات مختلفة. إحنا قبل هيك تكلمنا بشيء من الاقتضاب عن مسألة وموضوع المؤامرة، يعني اعتقدنا أنه التركيز على الفيروس والتركيز على محاربة الفيروس وحماية الناس هو أولى من الكلام فيما وراء الواقع، ما وراء المحسوس والمشاهد. لكن الأمور تزداد والأمور تتفاقم وتبادل الرسائل يزداد، ويتحول الأمر إلى محاولة أخذ قرارات واقعية على الأرض ربما يعني تتناقض مع المطلوب، بس لمجرد أنه هاي صارت مؤامرة وإحنا نريد أن نتحدى هذه المؤامرة اللي حدثت. فمن البداية بدنا من البداية أسامة، من البداية بدراساتك بقراءاتك بالمناهج التي أنا أراها مناهج صلبة في التعامل مع الأحداث، خلينا نبدأ الحكاية من تعريف وتفسير المؤامرة. كلمة المؤامرة، أنا أتوقع أنه إحنا نفرق بين المؤامرة ونظرية المؤامرة، الفوبيا من المؤامرة والمؤامرة في حقها. فخلينا نشوف ما هي كلمة مؤامرة، وهل حقيقة في العالم في مؤامرات ولا ما فيش مؤامرات؟ ما حصلش في التاريخ شيء اسمه مؤامرات، كله عبارة عن شيء يعني مختلف. فخلينا نفهم شو يعني المؤامرة، بنحكي المؤامرة وما حولها. تفضل يا سيدي. بداية شكرا على الاستضافة مرة ثانية، وسعيد أكون معاكم للمرة الثانية في هذا البث. ومثل هذا الموضوع المهم، مثل ما تفضل الدكتور جمال، هذا يعني أصبح أحد المواضيع التي تعرف قضايا الساعة اليوم. وطبعا هذه قضايا أمر مفهوم، يعني عند لما يواجه الناس أمر غامض في حياتهم، عامل غير نمط الحياة كما كنا نعرفها، وتكون يعني عندك هذه حالات الوفاة غير المفسرة في وقت قصير، يكون عندك
هذا التوقف في الحياة، الشلل الحياة العامة على مستوى العالم وليس في مكان واحد. ثم يكون عندك طبعا سياسيين يوظفوا الخلاف، يوظفوا الجائحة أو الكورونا اليوم يوظفوها في خلافات سياسية، مثل ما نرى في هذا النزاع الأمريكي الصيني على سبيل المثال، والاتهامات المتبادلة. فشل التعامل أيضا، مثل عندنا في أمريكا اليوم فشل التعامل مع الجائحة أيضا، دفع ترامب ومن حوله في الإدارة ومن حوله في التيار اليميني أنه يتحدث عن مؤامرة، والمؤامرة ليست فقط الصين، بل رأينا أنه حتى اليوم الحديث حتى في أمريكا على 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 بيل غيتس. في حوالي 30% تقريبا من الذين استطلعت آرائهم في أمريكا بيعتبروا أنه بيل غيت يعني أحد الذين يقف وراء هذه المؤامرة. فالقضية ليست فقط في العالم العربي، وممكن نأتيها يعني خلال الكلام. فلما يكون عندنا هذا المستوى، هذه التداخلات من العناصر المعاوامل الكثيرة ما بين الخوف وما بين الغموض وما بين الفشل وما بين الصراعات الداخلية ومحاولة تبرير الفشل أو محاولة اجتراح نمط جديد في الحياة، يعني اللي بتحدث عن محاولة التنميط الآن للإنسان سواء في بلادنا ولا هنا، وعملية المراقبة أو مثل الآن في نقاش في العالم العربي على التحكم في المساجد، هنا في أمريكا في نقاش على أنه اللقاح هذا الذي سيأتي راح يكون في مايكروشيب، يعني راح يزرعوا فينا بدون ما يحكونا، يزرعوا فينا مثل الأفلام. وهذا يعني 30% يؤمنوا في هذا الكلام، وأغلب القاعدة الجمهورية لترامب تؤمن بهذا الكلام. فإحنا اليوم لما نكون أمام كل هذه العناصر، فلا بد إنه الإنسان لما يعجز عن تفسير ظاهرة لا بد إنه يبدأ يبحث عن أسباب غير منطقية. فإحنا إذا عدنا الآن في نظرية المؤامرة بتقوم على شيء بسموها الاستدلال غير المنطقي أو الاستدلال الدائري، فبيصير عندك أو يعني إنه بيصير عندي إنه أنا ما دام فرضيتي، ما دام النتيجة التي أنا أفترضها صحيحة وهي الغموض، ما دام أنا أفترض الغموض فإذا أن الفرضية التي أنطلق منها صح، فإذا أنا لأنه افترضت إنه النتيجة إنه في مؤامرة فإذا فرضيتي صحيحة. فلاحظ إنه عملية السيركولر ريزنينج، أنا بحاول بس أتذكر الكلمة، السيركولر ريزنينج هذا بسموها في نظرية المؤامرة، إنه أنا افتراضي إنه في مؤامرة إذا النتيجة إنه هناك مؤامرة، أو هناك غموض وهو النتيجة إذا افتراضي إنه في مؤامرة صح. فإذا إيش اللي حصل عندنا؟ إحنا بسموها السيركولر ريزنينج أو الاستدلال الدائري، إنه بغض النظر أكانت النتيجة في منها يعني في لها وجهة نظر أو كانت الفرضية لها وجهة نظر، إذا إحداهما تغذي الأخرى، إما النتيجة تغذي الفرضية إما الفرضية تغذي النتيجة، حتى لو كان الاستدلال هذا غير منطقي. ولذلك سموه circular reasoning، إنه أنت بتعود في هذا الإطار الدائري، فأنت بتغذي زي البطارية. الآن أنا بدي أرجع لقضية المؤامرة، هل يوجد مؤامرة؟ أنا راح أقول إنه من الناحية النظرية، من الناحية خلينا نسموها بالأبستراكت هذا، في الناحية المجردة قبل ما ندخل في كورونا، أنا أقول إنه الذي لا يؤمن إنه هناك مؤامرات فهو متواطئ في المؤامرة. في مؤامرات طبعا، هذه قضية التآمر إحنا بنلمسها على المستوى الشخصي في حياتنا العادية الاجتماعية في علاقاتنا الشخصية، وراح تجدها ايضا في التيارات والتنظيمات والدول وفي القوى على مستوى العالم. لابد انه في مؤامره منذ فجر التاريخ، في مؤامرات. يعني احنا اذا اجينا حكينا على الديانات الثلاثه السماويه، عندنا الثلاث ديانات اليوم، يهوديه مسيحيه والاسلاميه، الثلاثه بتكلموا عن مؤامره تآمر ابليس على ادم وحواء، يعني هذه موجوده عندنا. طبعا راح نجي نضعها في سياق. إذا إجا نظرنا في التاريخ راح نجد أنه ليس فقط العربي هو الذي يؤمن بالمؤامرة. أنت إذا إجيت نظرت الآن على سبيل المثال، هناك طائفة من المسيحيين تؤمن أنه عيسى عليه السلام تزوج مريم المجدلانية وله منها أولاد وفي ذرية لعيسى عليه السلام. واللي حضر، أنا مشكلتي لما أكون مش محضر في الفيلم هذا اللي هو الشيفرة، الآن بيجيني اسمه دافينشي كود. نعم، بتكلم على هذه القضية، هذه فكرته. الآن إذا جيت أخذت مثلا في التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي إحنا بنتكلم على السبائية وعبد الله بن سبأ ودور عبد الله بن سبأ في إحداث الفتنة بين فريق معسكري علي ومعاوية عليه رضي الله عنه. فأنت راح تشوف إنه في عندنا نظرية تآمر. الآن إذا جينا أخذنا مثلا خذ 9/11 في أمريكا، هناك نسبة كبيرة، أنا مش راح أدخل الآن في النسب، لكن نسبة كبيرة تتجاوز يمكن 25-30% من الشعب الأمريكي يعتبر أنه 9/11 كانت مؤامرة دبرتها CIA. إذا إجينا أخذنا مرض الإيدز،
غالبية الشعب السود الأمريكيين يؤمنوا إنه الإيدز تم حقنه، أن الإيدز حقن حقنا في السود الأمريكيين ثم خرج عن السيطرة. هذه نظرية موجودة، وإحنا اليوم نتعامل نفس الشيء مع الكورونا، وعندنا هذه المؤامرة، وعندنا اليوم حديث. وطبعا بالمناسبة قضية المايكروشيب وغيره هذه موجودة عند عدد كبير من، مش فقط في أمريكا، في العالم الغربي يؤمنوا أنه الفاكسينز هذول اللقاحات. حنرجع لها هاي دكتور، هاي نعم. نظرية الشيب هاي لها نعم. لا هذه أنا بديش أدخل فيها، أنا بتتكلم حتى عن الإنفلونزا، برفضوا الإنفلونزا وبرفضوا الفاكسين للحصبة أو للجدري، بيعتبروها كلياتها هذه يعني نوع من اللقاحات لقتل الإنسان. فإذا جينا تكلمنا في التفاصيل، نظرية المؤامرة لما أنا أعجز عن تفسير موقف، أو أنه أنا بدي أبرر موقف، أنا كيف بدي أبرر قتال معسكري علي ومعاوية وفي طرفين صحابة كرام وكذا، كيف بدي أبرره؟ لازم أنه في واحد لعب اللعبة هذه. فأنا بسير الآن أبحث عن مخارج. فالآن أنا بقول أنه من افترض أنه لا توجد مؤامرة فيكون متآمر ومتواطئ على ذاته، لأنه إحنا عندنا تخطيط وعندنا غيره، بس أنا بسميه تخطيط الآن. في دول بتخطط لدول. دكتور في فرق بين حقيقة المؤامرة حقيقة واقعية وفي نظرية. الحقيقة اللي هي فاكتس مبنية، هذه المؤامرة مبنية على فاكتس، أما النظرية اللي بسموها الآن نظرية المؤامرة هي عبارة عن توقعات، ما في عنده حقائق، لأن لو صار عنده حقائق بتصير حقيقة. نعم. ما عنده حقائق يبني عليها، فبالتالي في النهاية بتضلها نظرية وتوقع حسب ما جمع من معلومات وحطها مع بعض. وحنحكي عن بعض النظريات اللي نعم. اللي أثبتت أنت خطأها حديثا في أحد البرامج. طب هل هذا الموضوع هو فوبيا؟ هل الموضوع فرقعة إعلامية؟ هل الموضوع أنه بس بدهم هدول الناس يحصلوا على مشاهدات، أو أنه أنا عملت شيء جديد في المجتمع وبينت حقيقة لم تكن ظاهرة؟ نعم، أنا بدي أدخلها الآن، بس بدي أكملها في نقطة، لأنه أنا ما بدي أترك الموضوع معلق. الحديث عن المؤامرة موجود، وأنا قلت أنه فرضيته قائم على الاستدلال الدائري. الاستدلال الدائري هذا قائم على فرضية غلط أو على نتيجة غلط. الآن إحنا الإشكال ليس في وجود فكرة المؤامرة، الإشكال في التفسير التآمري. في فرق بين القضيتين. في قضية أنه في مؤامرة زي غزو العراق، عندنا بالدليل القاطع أنه شهادة كولين باول اللي كان وزير الخارجية في مجلس الأمن كانت مفبركة 100%، دليل قاطع ثبت أنه فبركت الأدلة فبركة، وهذا صار عليها مشكلة كبيرة في أمريكا، وهذا سجل في التاريخ لما جابوا صور الشاحنات والصواريخ الموجودة فيها والأسلحة البيولوجية، وبعدين إحنا بنعرف شو النتيجة كانت. الآن أنا عندي مؤامرة موجودة، لكن التفسير التآمري لكل حدث، لكل ظاهرة أنا مش قادر أفهمها. هنا تصبح القضية فيها الخلل. الآن أنا عندي ثبت عندي في كذب في قضية غزو العراق، ثبت عندي الكذب. فأنا اليوم لما بتكلم على نظرية المؤامرة، أنا أصبحت عندي زي ما تفضلت نظرية المؤامرة قائمة على حقائق، لأنه فعلا حصل تآمر وكذب. لكن لما باجي بتكلم على الكورونا فيروس اليوم على سبيل المثال، فأنا اليوم بتكلم بإيش؟ بتكلم في التفسير التآمري. أنا ما بتكلم على حقيقة، أنا بتكلم على تفسير تآمري. فالآن لأنه أنا مش فاهم الكورونا فيروس، فإذا هي تفسير تآمري، فهي إذن مين اللي عملها؟ عملها حد. لما أنا بتكلم على 9/11 لأنه أنا ما عندي حقيقة اليوم، فأنا نفترض نظرية وابرس فسرتها بالتفسير التآمري. فالقضية هنا الخلاف. الآن اللي بتكلموا في قضية التفسير التآمري في الكورونا، وللأسف بعضهم يعني ناس متخصصين، لما يأتي ويتكلم في قضية إنه الكورونا فيروس هذه مؤامرة، هذا تم يعني نشره في العالم وتصنيعه وتم التلاعب فيه، وبقول لك إنجينير دومينيبليتد وكونستركتد. لما أنت بتيجي بتستخدم كل هذه المعطيات وأنت متخصص، ثم لا يكون عندي أنا اليوم بتطلع على المعطيات. إحنا في يعني الإنسان بطبيعته، مش فقط حتى في الحياة العلمية والأكاديمية. الآن أنا بدي أتهمك بشيء، بدي أتهمك بمعطيات، بدي أتهمك بدليل، أنا يمكن شاعر إنه أنت عاملها، فأنا عندي إيش بسموه انطباع. فأنا عندي إذا بدك to analyze by impression، تحليل بالانطباع، أنت راح تيجي تقول أنت بدك تحاسبني بانطباعاتك؟ مش منطق. كيف بدك تروح على محكمة بقول لك روح روح صح؟ طيب إذا أنا عندي مؤشرات،
أنا عندي مؤشرات الآن، هذه مستوى أعلى من التحليل، أنا عندي مؤشرات في أمور مش طبيعية، في أمور يا أخي هو كان في المكان هذا وحكى الكلمة هذه وهو متزاعل هو فلان وبعدين فلان انقتل، شوف في عندي مؤشرات بتصير circumstantial صح؟ الآن أنا هذا التحليل بالمؤشرات بالindications شو بصير عندي؟ بصير ما بقدر أنا أجي أعتبره نظرية، ليش؟ لأنه أنا بحط فرضيات ومؤشرات، لكن ما بتستطيع تقيم كيس على بشيء بسموه circumstantial. اليوم أنا لما عندي دراسات محكمة علمية صدرت من عدة جهات علمية بما فيها تركيا، أنا مبارح يمكن حكيت على الفيديو حطيت يعني في الكتابة على الفيسبوك حطيت أنه مين اسم الجامعة التي عملت الدراسة في تركيا وعملوا فكوا الخريطة الجينية، لا حددوا الخريطة الجينية للفيروس ولم يجدوا منه مصنع، والنيتشر ميديسن نفس الشيء ودراسات كثيرة والفيروس موجود في العالم كله، لم يستطع أحد أنه يجي يقول أنه هذا مصنع، لا الصين اتهمت أمريكا بتصنيعه ولا أمريكا اتهمت الصين بتصنيعه، اتهموا بعض مين المسؤول عن عن عن, عن انتشاره، فوالله الصين بتقول جنود أمريكيين اجوا على ووهان قبل أشهر من انتشاره، وأمريكا بتقول لا أنه أنتوا هذا كان في مختبر في ووهان وهو احتمال كبير بالمناسبة. فالآن أنا ما عندي معطى ودليل ليجي يقول لي أنه إحنا عندنا دليل على تصنيع هذا الفيروس، عندنا كل المعطيات تقول أنه هذا الفيروس لم يصنع. ثم بتيجي أنت يعني من يطرحه بقول لك لا لكن إحنا بدنا 80 سنة لحصول طفرة في فيروس معين، البروتين سبايك والخطاف وكيف بده يعلق في في الرئة. هاي ذكرت في الحلقة. نعم. فأنا لما أجي باجي عندي اليوم دراسات مؤكدة، أنا ما بتكلم من عندي، أنا مش تخصصي، أنا عندي دراسات مؤكدة، وهنا بتيجي قضية المناج، عندي دراسات علمية مؤكدة بتقول إنهم وجدوا في الخفافيش ووجدوا في 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 أكل النمل وجدوا إنه الفيروسات حصل عند طفرات في داخل هذه الحيوانات، والكورونا بالمناسبة هي سلالة، يعني إحنا بنسميها الفيروسات التاجية إذا أخذناها بالعربي فهي سلالة، الإيبولا وسارز ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كلها هذه متلازمة من متلازمات أو كلها عفوا هي من سلالة الكورونا فيروس، سموه كوفيد 19 لأنه طلع في عفوا الإيبولا لا الإيبولا لا بس الباقي يس الإيبولا مش من الكورونا فيروس مش من الكورونا نو هو فيروس بس مش كورونا فاهمني أوكي يعني أنا الميرس والسارز والهذا يس تفضل أوكي. بس عشان يا طيب يا سيدي ولا يهمك حبيبي فالآن الآن إحنا عندنا الآن عندنا معطيات بتقول عكس الذي يخرج لي بتفسير تآمري. الآن أنا لا أنفي وجود نظرية مؤامرة، أنا أرجع على المبدأ لا أنفيها، لكن إذا كانت نظرية المؤامرة مرة ثانية قائمة على circular reasoning فأنت بتيجي بتقول لي السبب أنه أنا أرى أنه هذه مؤامرة لأنه هذا إشي غامض إشي فجأة صار فأنا افترض إيش يثبت النتيجة أنها مؤامرة، أو بتقول لي اطلع كيف العالم انشل وطلع اليوم صرنا هاي احنا ايش بنحكي على زوم احنا صح يمكن انا كان اجي ازورك واكون معك في استوديو على سبيل المثال فاحنا اليوم نحكي على الزوم فاحنا ايش صار عندنا اليوم قال لك اطلع شركات التكنولوجيا استفادت بيل جيت معناها راح يستفيد فاذا انا رتبت النتيجه لانه النتيجه عندي اليوم انه صارت التكنولوجيا صارت هي احنا التكنولوجيا اليوم صارت واقع صح فبقول لك شوف هذا يثبت فرضيتي فاحنا اما اثبات النتيجه بالفرضيه او اثبات الفرضيه بالنتيجه فهون لما بصير عندي سيركلر هذا الريزنينج لما انا قاعد بغذي نظريتي بغذي نظريه المؤامره عندي واللي احنا سمعناه من بعض اللي يعني هو يعني مش كلهم بالمناسبه متخصصين في قضيه الامراض الوبائيه وغيره اللي بتكلموا لما انت بتقول لي انه هناك دراسات علميه كويس انا اول سؤال راح اسالك ايش الدليل تبعك وين الدراسه العلميه لما بتقول انه انت تطلع كيف العالم كله توقف معناها في حدا رتبها في حدا بده يصير فينا هيك كويس فانت ايش بترجع بتغذي نظريتك بس انا لازم اعرف انت ايش المعطى اللي موجود عندك انا المعطيات اللي عندي اليوم من عده مناطق في العالم بتقول انه لا هذه الطفره ممكن انه تحصل الان انا افرق بين كيف بيحاولوا يوظفوا الفيروس في دول مثل الصين لتعزيز الرقابه مثلا وفي دول مثل امريكا على سبيل المثال اللي بدهم أكثر رقابة لكن في قوانين شوية بتحد ما عندهمش القدرة تبعت الصين كنظام شمولي فأنا ممكن أفهم أو في دولنا اللي بدها تسيطر أكثر على شعوبها ممكن أفهم بس أنا ممكن أرد عليك كمان في نفي الأدلة الفرضية طب أنا إيش مصلحتي على سبيل المثال في الأردن ولا في السعودية ولا في قطر ولا في الإمارات ولا في المغرب إنه أنا أوقف عجلة الحياة الاقتصادية عندي
ويصبح عندي طوابير من العاطلين عن العمل إذا كانت 12% صارت 25% و30%، ويصبح عندي دولة على أبواب الإفلاس ودولة على أبواب الانهيار ودولة شعبها ممكن يطلع بكرة ينفجر في وجهك من الجوع لأنه مش لاقي يوكل. فأنت لما بتيجي بتعطيني الفرضية هم بيسيطروا علينا، فأنا راح أعطيك الفرضية الثانية، بس هو مش قاعد بيسيطر عليك عمليا، هو قاعد الآن بحط انهيار الدولة. طيب أنا اعذرني أسامة، الآن يعني اللي قالوا بنظرية المؤامرة أو اللي قالوا في مؤامرة، عشان بس إن يعني تفكيك المسألة بيساعد على علاجها. اليوم اللي قالوا بالمؤامرة، قالوا بالمؤامرة إنه في جهة هي اللي صنعت هذا الفيروس وأطلقته، وبعد ذلك انتشر في العالم. نعم. واللي بيقولوا بعدم المؤامرة، بعدم وجود المؤامرة، هم بيقولوا إنه هذا الفيروس تكون من خلال تطور جيني وتطور على الطفرة الفيروسية تبعه، وتكون سواء تكون في معمل أو تكون وحده وبعدين تطور وانتشر. عشان نوضح وين نقطة المؤامرة في الموضوع اللي بيطرحوا المؤامرة، إذا نقطتهم في المؤامرة إنه هذه الجهات أو هذه الدول هي صنعت الفيروس ودعت، زي ما صار مثلا في العراق، أنت جبت مثال العراق مثال رائع، هم اختلقوا وفبركوا القصة على العراق، ثم ذهبوا إلى المحافل العالمية وأعلنوا إنه هذا موجود في العراق، ثم بعد ذلك بناء عليه اتخذوا قرار بالانقضاض على العراق، فانقضوا على العراق، وبعد ذلك تبين إنه كل كلامهم مفبرك. إذا بدي أقارب هذا الأمر في الحالة اللي بتصير عندنا الآن، اللي بيؤمنوا بالمؤامرة بيقولوا إنه الناس هذه صنعت الفيروس ثم أطلقته وادعت إنه تم تخلقه جينيا وتطور على الطفرة تبعه، وبعد ذلك يعني أماتوا العالم، شلوا حركة العمل في العالم كله من أجل إنه يأخذوا قرارات وأهداف. هذه الأهداف اللي هم بدهم يوصلوها، إحنا سمعنا منها السيطرة على كل العالم من خلال الشيب، سمعنا منها تدمير اقتصاديات معينة ورفع اقتصاديات أخرى، سمعنا منها القضاء على كبار السن لأنهم مكلفين في دولهم بشكل كبير، سمعنا عن هذا الأمر كله. السؤال، هل هذه الدول عشان تعمل هذا الأمر هل هي محتاجة إنها تخلق فيروس بهذا الشكل وتطلقه وتدعي إنه هو تطور طبيعي وإنه فيروس مش إنه 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 فيروس غير مصنع؟ وهل هذه الدول لو كانت هذه أهدافها، هل كانت بعيدة عن هذا الضرر؟ هل فعلا أهدافها هذه استحقت لها مكاسب كثيرة؟ لو أخذنا موضوع شلل اقتصاديات معينة، هل هذه الدول أصيبت بالشلل ولا لا؟ لو تكلمنا عن كبار السن، لو تحدثنا عن التشيب، هل هم محتاجين عشان يحطوا هذا التشيب في ويزرعوها في الناس، هل محتاجين لأمر زي هذا؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا دلالة للمؤامرة منطقي؟ احنا عندنا دلالة العراق، لازم حتى تصير في حرب في العراق لازم يكون في إعلان لأسلحة كيماوية وأسلحة بيولوجية وأسلحة، هذا طبيعي يعني منسجم مع العقل، وفي الأخير تبين الأمر هذا بشكل واضح. هل ترى أنه منطقي أنه يعملوا هذا العمل من أجل أن يحققوا هذه المكاسب؟ طب هذا برجعنا مرة ثانية اللي هي للسيركلر ريزنينج، أنه إحنا بنعطي الفرضيات هذه، وكلام كله بالمناسبة كلام كله مهم. لما أنا بكون عندي كل هذه الفرضيات طبعاً بدها تقودني للنتيجة، النتيجة هي المؤامرة. أنا مرة ثانية لن أتورط في نفي وجود شيء، لن أتورط، بس أنا بقول أعطيني الدلائل على وجود الشيء، هذا واحد. فأنا بدي أرجع مرة ثانية، إذا أنا قائم على فرضياتي أو نتيجتي اللي أنا رتبتها، بغض النظر إيش الفرضيات بتدعمها ولا لا، أو النتيجة متوافقة مع الفرضيات ولا لا. الآن أنا بدي أرجع شوية لورا الآن، وانت اشرت لها في الكلام،
اليوم أنا عندي بطلع على دولة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، كان الكل يعتبرها هي القوة العظمى الساحقة الماحقة في العالم. اليوم بطلع على أمريكا وبطلع عليها وبشوف أنه أمريكا عريت تماما، سقطت حتى ورقة التوت عنها. اكتشفنا أنه هاي البلد لا فيها بنية تحتية صحية متماسكة، هي في أفضل مستشفيات العالم وفيها أفضل أطباء العالم، لكن اكتشفنا أنه إحنا بنعرف طبعا أنه النظام الصحي نظام متوحش في أمريكا وأنه هذا النظام للأغنياء. اليوم بس إحنا إيش إجي اللي صار عندنا؟ إحنا تعرت أمريكا كقوة، مش تعر النظام الصحي، تعرت أمريكا كقوة. اليوم أنا بطلع على أمريكا، أمريكا اليوم أصبحت يعني عار في العالم، عار عار عار، نموذج للفشل. فأنا بدي أطلع على هذه واحد، وبدي أحط إذا بدي أحط في نظرية توينبي لما بتكلم عن الاستجابة والتحدي، لما درس 26 حضارة عبر التاريخ في تاريخ البشرية وقال إنه يعني حتى ما ندخلش في كلام كثير، نتيجة لطلع لا قال إنه الحضارات التي استطاعت أن تقدم إجابة ناجحة لتحدي وجوده الحضارات اللي قامت، وتقول الحضارات اللي فشلت أمام التحديات الوجودية وعجزت عن تقديم أجوبة ناجحة هي الحضارات التي انهارت. طب أنا بتطلع اليوم أمريكا قد تنهار، يعني أنا ما راح أقول بكرة وبعد بكرة، لكن أمريكا وضعت في موقف حرج. طيب أنا سمعت من الناس بيجي بيقول لك لكن لا، ما هو هي مؤامرة على دونالد ترامب نفسه على عليك شخص، يعني محاولة لفضحه وإضعافه، ممتاز. لكن هو مش دونالد ترامب الذي فضح اليوم، هي أمريكا التي فضحت. ثم أنه أنت لما يكون عندك سر بهذا الحجم لا يمكن أنك تخفيه بين ملايين البشر، لا يمكن أنه يخفيه بين ملايين البشر. أنا كيف بدي أخفيه بين ملايين البشر؟ ملايين الناس بيعرفوا في المؤامرة هذه وما لاش تطلع. إحنا في حالة العراق بالمناسبة كان في عنا شيء بسموه الوصل بلورز، وأنا في أمريكا نافخ الصفيرة، وكان عنا واحد سفير اسمه جوزيف سامثينج، وفي موفي عمل على زوجته على باميلا إيشي، كانت تشتغل في CIA وزوجها كان سفير سابق، وفضح انه هذا اللي حصل كان كذب بكذب، ثم كشف اسم العميلة CIA هذه واصبحت مهددة في حياتنا، كانت تعمل برا، وصار عليها موفي مشهور جدا هنا في امريكا بسبب هذه القضية، وسجن اللي هو سكوبي ليفي سكوب ليبي something نسيت اسمه والله، كان مدير مكتب تشيني في وقتها لأنه هو اللي كشف اسمها في ذلك الوقت. أنا الآن بدي أطلع أنه كيف تخفي سر بين الملايين من الناس؟ صعب، صعب أنك تخفي. فأنا راح أرجع مرة ثانية، أمريكا تضررت بشكل كارثي، حتى اللي بيقول أنه بدي يخلصوا من الدولار كعملة، أنت بدك تخلص من الدولار لعملة كحالة لوحدك، والصين موجودة منافسة إليك، والصين وروسيا اليوم منافسة إليك، فتريد أنك تتخلص من الدولار لوحدك. كيف راح تتخلص منه؟ بدك تدخل حرب عالمية مش بس مع الصين ومع الروس، وبدك تدخل حرب عالمية مع الأوروبيين، بدك تدخل حرب عالمية مع اليابانيين اللي هم مشترين حوالي 16% من 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 ديونك الوطنية القومية. فأنت اليوم إحنا أنا كيف بدي أجي أفهمها إنه أنا بدي أغير العملة الوطنية فبروح بعمل هيك فبهير الاقتصاد الأمريكي ثم بتوقع إنه ينهض والعالم يطلع علي ويقبل. طيب لو افترضنا إنه الصين اللي صنعته عشان تضرب القوة الأمريكية، كويس أمريكا يعني راح تكون تطلع وتقبل إنه يدمر اقتصادها وتدمر هيمنتها في العالم وتصبح اليوم في موقف هذا العار اللي هي موجودة فيه، كيف بدها تقبل في هذا الكلام؟ وبلاش تكشفه، ولما أنت إجيت فكيت الخريطة الجينية والشفرة الجينية للفيروس ما استطعت إنك تكتشف إنه هذا مصنع ولا مش مصنع. يعني قصدي إنه إحنا اليوم الفرضيات التي تنفي أكبر من الفرضيات التي تؤكد. لا أنا ما بدي أدخل في قضية الجزم، أنا بدخل في قضية المعقول، أنا ما راح أدخل في قضية السيركلر ريزنينج، أنا بدخل في الريزنينج. الريزنينج أنه أنا استدلال منطقي، أنت بتعطيني سيركلر ريزنينج، أنا بتكلمش يعني طبعا عنك، بتكلم عن اللي بطرح هذا الرأي، تعطيني أنه لأنه هيك فهي هيك. طب أنا بدي أستوقفك هنا أسامة حبيبنا، الله يخليك يرضى عليك. الآن أنا اللي بدي إياه خلينا نستوعب، يعني معلش أنا بعرف أنه أنت بتتعامل مع مناهج مختلفة وكثيرة، ماشي؟ أنت الآن أمامك يعني حدث، هذا الحدث له عدة تفسيرات، كيف تتعامل مع منهجية تفسير الحدث بالنسبة للمؤامرات والنظريات التآمرية؟ أنا إجاني حدث الآن، خلينا من كورونا، خلينا من الفيروس، أعطيني منهجية في التعامل مع الأمور. هل في rules steps؟ أعرض المسألة هاي على القاعدة الأولى، أعرضها على القاعدة الثانية، أعرضها على القاعدة الثالثة،
وبعد ذلك أستطيع من خلالها أقول والله في شبهة مؤامرة. وهو أحيانا دكتور أسامة بكون أنا أمامي شيء يبدو أنه في مؤامرة لكن ما عندي قدرة على التفسير. يعني إحنا كنا شايفين أنه في العراق هناك مؤامرة لكن ما عندنا الحقائق والمعلومات اللي نقدر نقول فيها أنه هذا هو الدليل أنه هاي مؤامرة. استنينا لحد ما خلصت الدنيا وانضربنا وتأذينا وتدمر العراق، بعدها اكتشفنا الحقائق وقلنا كان معنا حق أنه كان في شبهة مؤامرة. هل نخشى أنه يكون نفس الكلام في موضوع الكورونا، أنه يجي الناس اللي بتقول في مؤامرة بعد ما تظهر المؤامرة ويظهر هذا الأمر والدمار يعم يجي يقولوا حكينا لكم أنه في مؤامرة وإنتوا ما صدقتونا؟ يعني المقصود خلينا نحكي عن شيء منهجي. أنا بعرف أنه أنت تكلمت عن أمور منهجية في التعامل مع الأحداث أو في تفسير الأحداث عشان إحنا نقدر نحكي أنه فيها شبهة مؤامرة أو ما فيها شبهة مؤامرة. في خطوات، في قواعد، في شيء إحنا نعمله steps اللي بعديها نقول والله في شبهة مؤامرة بس مش عارفين شو هي ولا عارفين نفسرها، أو أبداً ما في شبهة مؤامرة، أو ربما كلمة ربما هاي واردة. فإيش هي هذه القواعد ممكن إحنا نلجأ لها؟ طيب أنا أول قاعدة راح أمشي معاها إنه أنا لازم أفرق بين دراسة القضايا المختلفة. وضع العراق مختلف عن التعامل مع كورونا. ليش؟ لأنه الأصل أمريكا هي اللي كانت تثبت وجود الأسلحة الدمار الشامل، مش العراق اللي يثبت عدم امتلاكه لها. والعالم كله كان يقول وفرق التفتيش كانت تقول إنه ما في أسلحة دمار شامل، وإنه إحنا فتشناها، وحتى كان رئيس الخبراء الأمريكي اللي موجود في أمريكا وطلع وتكلم ضده، وثم رئيس الخبراء اللي كان الأمم المتحدة بريطاني واللي قتل في غابة فيما بعد وقالوا إنه انتحر، كلام كثير فيها. كان أيضا قال إنه هذه الأسلحة غير موجودة. فأنا اليوم بتعامل، أيام كنا نقول إنه هذه كذب وهذه كذب من إدارة بوش الإبن وهذه مؤامرة لأنه كان عندنا معطيات بتقول هذا الكلام. أنا ما كنت أحلل بالمؤشر في ذلك الوقت، إحنا كنا نحلل بالمعلومة. اليوم أنا بحلل بالانطباع، أنا بحلل بالانطباع. يعني إحنا نتكلم، شفت أخ أو أخت كتبوا على الصفحة طلعت قدامي إنه أمريكا بلد قائم على المؤامرات، ولحد اليوم نعرفش كيف انقتل روبرت كينيدي، كويس، أو جون كينيدي أخوه اللي كان رئيس قبله، كويس. طب هذه قتل روبرت كينيدي اللي كان مرشح للرئاسة فيما بعد وقبله أخوه جون كينيدي، في عندنا مؤشرات، نعم، بس أنا راح أتكلم كم كان حجم قتل روبرت كينيدي، جون كينيدي الرئيس، على العالم، تأثيره على العالم. قارن بين هذه وبين هذه. فأنا راح أفرق بين دراسة كل مسألة، في واحدة تداعياتها إنسانية وفي واحدة تداعياتها أمريكية وسياسية وبتروح بعدين. اليوم أنا بتطلع على ظاهرة إنسانية ضخمة، ظاهرة إنسانية قد تعيد تعريف المستقبل، قد تعيد تعريف المستقبل، قد تعيد تعريف موازين القوة في العالم. اليوم أنا ما أجي أطلع عليها، أول شيء حتى أتعامل مع مسألة بهذا الحجم، فإنه صحيح أول شيء أنت بتقوم فيه في الأبحاث المنهجية إنه بتبني تصور. أنت دائما إيش الفريم وورك تبعك، تعطيني إيش الفريم وورك تبعك. بس أنا عشان أبني تصور، أنا لما أجي بدي أكتب رسالة الدكتوراه تبعتي أو الماجستير، أو لما أجي بعمل دراساتي الآن اللي بكتبها مثلا البحثية، أنا إيش باجي بعمل لما أجي قبل ما أعمل الفريم وورك تبعي؟ بقعد أول شيء بفكر في الموضوع تبعي، بشوف إيش المعطيات اللي موجودة عندي، بكون قرأت وتأكدت من معلوماتي، وبعدين باجي نعم بتكون جماعة الداتا يعني، وبعديها بتيجي بتقول اوكي انا هذا الفريم ورك تبعي، هذا اطار المنهج، هذا المنهج، هذا الاستراكشر تبع البحث تبعي راح يكون هيك بناء على المعلومات التي استطعت انه انا اجمعها، الداتا المتوفره، برسم الفريم ورك. ونس انه انت رسمت الفريم ورك بالمناسبه ثلثين عملك انتهى، لانه الان بيصبح قضيه اذا انا في المجال الطبي او في المجال البحث العلمي غير الاكاديمي يعني غير الانساني او الاجتماعي، الان انا بدي الداتا، انا بدي امشي مع الداتا. فانت لما انت بنيت your framework بناء على نظرية أنت افترضت أنها مؤامرة، ما إجيت قلت أنه أنا عندي معطيات، فأنت ما أعطيتني معطياتك. وأنا الآن مش عارف إذا أنت حاب أن نتكلم عنها الآن أو فيما بعد، المعطيات التي تذكر اليوم ثبت عنا بالدليل القاطع أنها كذب. أعطينا المعطيات. طيب أنا بدي أعطيك مثلا معطيات، بعطيك الآن أشياء ذكرت حديثا ومنرجع شوي شوي لورا. الآن أنا عندي أول معطى ذكرنا اللي هو فيديو بيل جيت، صح؟ فيديو بيل جيت هذا
هذا ما هذا يا سيدي قانون، اما كان في وزاره العدل او في وزاره الدفاع، اما في امام السي اي او وزاره الدفاع، مسؤولين في وزاره الدفاع عام 2005 وجابوا لنا صوره لتو سكانز، ل صوره اشعه لعقلين وواحد محطوط عليه بالاحمر، يعني هاي المناطق في العقل هي اللي هي عقل المتدين، وهذه والعقل الثاني اللي هو الصوره الثانيه، صوره الاشعه الثانيه لعقل انسان غير متدين. صحيح نعم، هذه المنطقة اللي قالوا حمراء، قالوا إن هاي طرح بيلجيت، اللي قالوا إنه هذا اللي بيتكلم هو بيلجيت، طرح إنه إحنا عنا لقاح فاكسين لأنه نيجي تومينيكوليت عقل المتدين بحيث اللي بطل يصير متطرف، كويس؟ طيب إحنا اليوم نعرف إنه هذا الفيديو أول شيء هو كذب مأخوذ من 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 فيلم لواحد اسمه مخرج كان اسمه راين هاربر اسمه فان فاكس، وانه هذا الصور الطبقيه هذه اللي عرضت علينا صور الاشعه اللي هي غير صحيحه تم التلاعب فيها هي تعود لعقل امراه في الاربعينيات في عمرها كان 43 سنه وكانت مدمنه على عقاقير ذات تاثير على العقل، فكانوا يدرسوا تاثير العقاقير هذه. ها الفيلم من 2010، الدراسه من 2010، والصوره مش لبيل جيت لانه في فيديو ثاني لنفس القضيه لنفس المشهد أوضح من الأول، هذا تم التلاعب في وضوحه بحيث يخلوا لك يقول لك آه والله بيل جيت ولا مش بيل جيت، الثاني واضح. فأنت لما بتقول لي إنه أنا هذا دليل فأنا راح أقول لك بس هذا الكلام مش صح، هذا الكلام مش صح، أنت أقمت على معلومة 100% كاذبة 100%. بعدين طلعوا لنا في قضية ثانية قال لك في قانون في شهر 1/2019 قدم في مجلس النواب وتم إقراره اسمه كيرز، هذا القانون أقر وكان اسمه كورونا، وقالوا هاي الدليل، وجابوا صورة واحد قالوا صحفي أمريكي بحياتي ما سمعت فيه بحياتي ما شفته، وقال أنا إلي 30-40 سنة عمري ما شفت إشي زي هيك، قدموا مشروع القانون تبع الحوافز الاقتصادية في يناير 2019. طيب لما إجينا بترجع الآن، هنا بيجي دور الخبير، هذا راح أقول هذا مجالي الآن، أنا إجيت برجع له الآن بطلع عليه، فباجي بكتشف إنه هذا مشروع القانون قدم صحيح في 2019 لكن لم يكن اسمه The Corona Virus Aid Relief and Economic Security Act، ما كان هيك اسمه، كان اسمه الذي قدم من قبل عضو ديمقراطي اسمه جو كورتني، قدم تحت تحت رقم اسمه كان HR 748، وقدم لإعطاء امتيازات ضريبية للطبقة الوسطى في أمريكا التي تشتري تأمين صحي، يعني واحد مثلي أنا التأمين الصحي في أمريكا مش عام مثل كندا، لازم تشتري خاص ومكلف جدا وباهظ جدا، فعشان يخلوا واحد زي يشتري قدم هذا المشروع القانون، الجمهوريين الديمقراطيين بيسيطروا على مجلس النواب فمر في مجلس النواب ما مرش في مجلس الشيوخ لأنه الشيوخ مسيطر عليهم من الجمهوريين، والجمهوريين عندهم مشكلة مع أنه يكون في نظام في تأمين صحي عام يعني تدعمه الدولة، عندهم مشكلة مع القضية بدون الدخول في الأسباب اليوم، فإجا وصل مجلس الشيوخ ووقفوا. الآن لما صارت كورونا فيروس لما إجوا بدوا بيطلعوا قانون جديد في شهر 1/2020 مش 2019، هذا قدم 2019، الدستور الأمريكي ينص على أن أي قانون يترتب عليه جباية رسوم أو زيادة في إيرادات الخزينة يعني ضرائب على اللي زيه ينبغي أن يصدر عن مجلس النواب لا مجلس الشيوخ. ليش؟ هذه مسألة ثانية مش راح أخوض فيها الآن، بس أنا بعطيك الخلاصة، الدستور إيش بيقول؟ فالآن الشيوخ ما بيستطيع يمرق قانون مثل هيك، لازم يمر عبر مجلس النواب. مجلس النواب جاء في 2020 شهر 1 2020 ومرر، أو في شهر 3 عفوا 2020 مرر قانون اللي هو الحوافز الاقتصادية لكورونا. مين اللي بيسيطر على مجلس النواب؟ الديمقراطيين. الجمهوريين كانوا غير راضيين عن صيغة القانون في مجلس النواب، ما استطاعوا يوقفوا لأنه التصويت ب 51%، راحوا على مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ رفض قانون الذي بعث له مجلس النواب لأنه في أمور كانوا معارضينها، الآن ما بدي أدخل في التفاصيل، فتفاوضوا مع الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، لأنه مجلس الشيوخ لا يسير في 51%، في عنا إشي اسمه آلية التعويق أو الفيلبستر، إنه حزب الأقلية بيستطيع يعوق مشروع قرار ولازم يكون عندك 60 صوت الثلثين حتى تستطيع أنك توقف النقاش. الآن قضية ما بدي أدخل في قضايا دستورية وإجرائية في الكونغرس كثيرة، فإجوا ما استطاعوا يمرروا القانون كما يريدوه في مجلس الشيوخ اللي هو تحت سيطرة الجمهوريين بثلاث أو أربع بأربع أعضاء فقط، ما عندهم 60،
فاضطروا إذن أنهم يفاوضوا الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، والأقلية الديمقراطية كانت تستقوي بالأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، فوصلوا إلى صيغة توافقية. الآن لأن مجلس الشيوخ لا يجوز له أن يقر قانون فيه جباية أو فيه إيرادات جريدة، لأنه راح يعطوا للولايات وللحكومة الفيدرالية وغيره، فقالوا لازم نأخذ القانون، لازم نضعه في صيغة قانون سابق، بحيث إذا رجع لمجلس النواب راح يصير نقاش جديد، وبعض الأعضاء اليساريين في الحزب الديمقراطي ما راح يقبلوا، وبعض الأعضاء اليمينيين في الحزب الجمهوري ما راح يقبلوا، فقالوا أحسن شيء نضعه في صيغة قانون سابق، وهذه ممارسة معروفة، فوضع في صيغة الـ HR 748، واللي تحول اسمه The Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act. فراحوا جمعوا القانونين الصيغتين ببعض وخرج علينا مني بيقول لك انه لا، هذا كانوا واضعينه في 2019. مش صحيح، وضعت صيغة داخل صيغة بسبب حاجز دستوري. هذا الكلام يعرف المتخصص، اذا انت ما بتعرفه انت قضيتك، لكن هذا الذي يعرف المتخصص. القضية الثالثة طبعا تحدثنا فيها انه فيروس كورونا مصنع او مهندس بشريا، وتكلمنا انه إحنا كل المعطيات اللي عندنا اليوم بتقول عكس هذا الكلام، ما بتقول هذا الكلام، بتقول عكس هذا الكلام. أنا لن أتورط في قضية النفي المطلق، لكن أنا ما عندي معطى. فالآن إيش، كيف أنا أحكم؟ أنا أحكم بناء على البينة. الآن في الدراسات المخبرية أنت بتكون عندك ملاحظة وبعدين عندي داتا. أنت الآن بقول لك الفاكسين لازم يأخذ على الأقل سنتين، صح؟ وهم خايفين إنه يطلعوا الفاكسين. طب ليش لازم يكون مخبرية طويلة وسريرية طويلة؟ تفضل. دكتور في عندك مشكلة يبدو؟ لا أنا سامعكم. دكتور جمال؟ طيب يبدو الدكتور جمال في عنده مشكلة في الـ دكتور أسامة. دكتور أسامة تمام، ممكن أسألك سؤال؟ اوكي دكتور جمال، يبدو دكتور جمال مش موجود معنا الان. طيب اوكي دكتور اسامه، الان احنا تحدثنا عن بناء فريم ورك بناء على معطيات وهميه، معطيات غير حقيقيه. طيب لما يكون انا في عندنا قنوات تقوم على اعداد، تقوم على تحضير، وتقوم على تجهيزات، وتقوم على فريق عمل إحنا نعلم وأنت تعلم يعني خلفياته العلمية وخلفياته المهنية والمناهج التي تحكمه ومعرفته بالمحيط حوله والدول، علاقاته بدول، مش علاقاته بس بمجموعة مراسلين، علاقاته بمتخصصين وباحثين موجودين في دول ويخرجوا بلقاءات مهمة تحلل هذه الأمور وتفسرها بهذه التفسيرات. يعني هؤلاء ما في عندهم يعني ما في عندهم معرفة بأن هذه التفسيرات تفسيرات تآمرية بعيدة عن الواقع وليس لها مصداقية، وحقائق التي تبنى عليها مجرد ظنيات أو حتى وهم في أحيان كثيرة، وفي أحيان كثيرة جدا زي ما تفضلت في بعضها أكاذيب. طيب ما الذي يجعلها تخرج وتقول بهذا الكلام؟ ويعني أنت الآن فندت بعض الأشياء أجد أنه ببساطة تامة أنه يوصلوا لها. هل ربما يكون هناك مشهد آخر أو زاوية أخرى للرؤية غير اللي أنت تطرحها؟ لا طبعا انا راح اقول، يعني ما بديش اذكر اسماء برامج واسماء معينين، في فرق بين القناه احيانا التي قد يعني في الغالب ستتاكد من مصدر اخبارها خاصه القنوات المحترمه، وبين برنامج شعبي بديش اسميه بس شعبه يعني، وهذه سبب شهرته. احنا عندنا في امريكا اليوم اكثر قناه مشاهده في امريكا فوكس نيوز. اذا بتتكلم عن الفيك نيوز، عن الأخبار المؤدلجة، تتكلم على فوكس نيوز. إذا بدك تتكلم على أشهر شخصية إذاعية في أمريكا يتابعه عشرات الملايين على مستوى أمريكا، تتكلم على رش ليمبو. ورش ليمبو لو أي إنسان عاقل بسمع له بيكتشف أنه بيعرف أنه هذا إنسان تافه، إنسان بتكلم في كل شيء، بيخلط كل شيء في بعضه. طب إذا أنت أخذت الآن أشهر
اللي عندهم قنوات يوتيوب عرب اليوم، راح تشوف انه اغلبهم او مش اغلبهم يعني جزء يعني لا بأس منهم ناس يعني راح بيدخلوا في في, في في تعريف التفاهة بمعنى الكلمة، لكن اطلع على عدد المتابعين. فأنا راح أقول لك أنه في جزء منها ما يطلبه المستمعون، جزء منها أنه هذه البرامج قد تعطيني شعبية، وهذا خلل كبير عندنا، هذا خلل كبير عندنا. لكن إذا تكلمنا على اللي بتكلم الآن، إذا تكلمنا على البرامج الرصينة والجادة، أنا أظن أنه حتى القناة هذه نفسها ما راح أتكلم في هذه المعطيات، أنا متأكد. لكن هذا برنامج حواري يخضع لقواعد مختلفة غير قواعد التدقيق في المعلومة. الآن أنا سبب أنه بهمني أنه إحنا نتكلم في هذه المسائل، لأنه الإشكال لما إحنا نؤسس لثقافة شعبية على معطيات خليني أسميها اليوم disputed، خلينا نقول مختلف فيها سيدة، لن نقول أنه أنا مؤمن أنه ما إلها دليل. لما أنت بتأسس وعي الشعبي على معطيات مشكوك فيها، فإنه أنت تؤسس لحالة من الجهل في 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 العقول العربية. لأنه أنا هذه الشعوب إن لم ننهض إحنا بمستوى الوعي عندها، إذا ما نهضنا بمستوى الوعي راح نبقى نواجه مشاكل حقيقية. طب إحنا لما كانوا في مصر جاءوا يعملوا الانقلاب إيش قالوا؟ قالوا إنه الإخوان أرادوا إنهم يعطوا سيناء لحماس وغزة. لما تكلموا عن أنه حماس اخترقت السجون المصرية على سبيل المثال، لما كانوا يتكلموا على أنه الثورات العربية هذه مؤامرة وزرع وتم، ومين خططها؟ مايك ليفي اللي الفيلسوف الفرنسي اليهودي. لم شوف، فإجوا كانوا عمليا ينزع الشرعية من حق الناس أنهم يطالبوا بحريتهم. فإذا أنت لما أقنعت جزء كبير من الشعب انه انت هذه كلها ترى مؤامره وهذول الناس كلهم مدفوع لهم فلوس ومدربين وغيره، فايش اللي حصل عندنا؟ لاحظ النتائج اللي احنا بنتعامل معها اليوم. نتعامل مع فشل للثورات لانه احنا فشلنا. انا راح طبعا بعرف انه حتى اللي قادوا الثورات فشلوا، لكن جزء من نقطه فشلنا انه كان في عمليه تفريغ، عمليه تقويض للحجج التي كانت تطرحها النخب الشعبية أو النخب القيادية اللي بتقول إنه سبب الثورات شوف الواقع العربي، شوف التخلف. طيب ما شوف أنا هنا بدي أدخل معك في مداخلة أيضا، إنه التفسير التآمري جاء من كل الأطراف، يعني التفسير التآمري كل واحد من الموجودين هو مقتنع فيه. الإخوان كان عندهم تفسير تآمري للقضية، والدولة كان عندها تفسير تآمري، أو الجيش كان عنده تفسير تآمري للقضية، الأحزاب لها تفسير تآمري للقضية. هذا إذا أخذنا حالة مصر. إذا تكلمنا عن حالة الثورات العربية، الثوار كان عندهم تفسير تآمري لكل شيء، والدول كان عندها والحكومات كان عندها تفسير تآمري لكل شيء. ما زلنا حتى الآن لم نستطع أنه نضع إصبعنا على شيء بعيدا عن نظرية المؤامرة ورسم الفريمورك اللي أنت حكيت عنه، الفريمورك تبعي وانت ترسم الفريم ورك تبعك، وبالاخير انا ما عندي مناهج. هل انا بهذا الشكل اقول انه تفسير المؤامره لا يوجد لها مناهج علميه من اجل ضبطها والتعامل معها، فاترك الموضوع للمحطات والفضائيات التي تاخذ الناس حسب ما يشتهي المستمع، وبعد ذلك تكسب من وراهم الملايين من وراء المشاهدات والفرقعات الاعلاميه التي تتم؟ انا ما عندي في الأخير أي مجال، لأني أقول في هذه اللحظة إنه هذا صواب وهذا خطأ، هذا هو المتآمر وهذا الضحية. نعم، أنا مرة ثانية راح أرجع لقضية التفريق بين السياقات. في قضية التفسير التآمري لأحداث داخل مثلا خلال الثورات، إنه أنت تفترض إنه النظام يتآمر، أو إنه هو يفترض إنه أنت ممول من الخارج. أنا راح أقول إنه بقدر أستطيع إن أرى من أين ينطلق جزء منه، بدي ينزع الشرعية عنك وأنت بدك تنزع الشرعية عنه، والجزء الثاني إنه إحنا نتحامل مع حالة سياسية. لكن لما تأتي لقضايا مثل هذه قضايا علمية وليست قضايا فقط سياسية. إحنا في بسموا الدراسات الإنسانية والاجتماعية ليست علما صلبا، مش زي العلم الفيزيائي ولا الكيميائي، العلم الصلب اللي احنا بنتعامل معه اليوم.
أنا نقطتي بتكون هنا إنه أنا بتعامل مع سياقين مختلفين، لكن أنا النقطة اللي بدي أمشيها أبعد شوي. أنا ممكن أفهم قضية التفسير في قضايا السياسية، أفهم قضية التفسير التآمري ولو أنه مش بالضرورة أني أقبله، لكن ممكن أشوف منين جاي. لكن لما نحن نرتب اليوم نتائج على قضية تهدد أمننا الصحي، لما أنت بترتب عليها نتائج وثم تنتهي إلى نتيجة أنه شوف هم عملوا الفيروس هذا عشان يسكروا المسجد الأقصى، ترى بالمناسبة في من قال هذا الكلام، وهم عملوا الفيروس هذا عشان يمرروا ضم الضفة الغربية، وهم عملوا هذا الفيروس حتى يمنعوا الناس من المساجد ويعودوهم إنه المساجد ما فيش، وثم عملوا هذا الفيروس سيهون القناعة في أمريكا حتى يحطوا فينا المايكروشيبس، هذا الكلام موجود. ووجدوا وجاءوا بتصريح آخر لبيل جيت قبل سنوات قبل أشهر لما تكلم عن فاكسين وقال قد يكون للتداعيات له سايد إفكتس، أعراض جانبية قد يموت يعني تهدد حياة 700,000 بني آدم، فقالوا هم عشان بدهم يتخلصوا من 700,000 بني آدم، مع أنه بتكلم عن السايد إفكتس ما كان يتكلم أنه لازم نقتل 700,000 بالمناسبة تقرأ اللغة. الآن لما أنا باجي برتب هذه النتائج إيش اللي راح يصير عندنا بكرة؟ أنا أسامة بشك في أي فاكسين كأسامة، مش راح أخبي، شايف؟ مش لأنه مؤمن أنهم هم بيعملوا إيش عشان يسيطروا علي، بشك، لكن يعني أخذته وإحنا كلنا يمكن أخذنا ضد الجدري والحصبة والإنفلونزا وغيره، لأنا بخاف من الفاكسين إذا كان غير لم يعطى وقت للنظر في أعراضه الجانبية، ولذلك بيقولوا على الأقل سنتين الآن بدي يطلعونا يا أخي لا 7 أشهر. فأنا ما لا أتهمه أنه يريدوا قتلنا بالمناسبة، أنا بتهم أنه بيحاولوا أنه يحلوا المشكلة بأسرع بطريقة غير صحيحة. لكن أنت إيش لما بتيجي بتشكك الناس كلها في هذه المسائل إيش بدي يصير عندنا بكرة؟ أغلب الناس راح يرفضوا يأخذوا الفاكسين. طيب الآن أنا أخذت الفاكسين وفلان ما أخذش الفاكسين، معناها العدوى ردت رجعت مرة ثانية دارت. الآن إحنا لما بنتكلم في النظريات التآمرية هذه، التفسير التآمري، دون ما أقدم معطى عليها، دون ما أقدم دليل عليها، دون ما أقدم مؤشر صلب عليها، فأنا راح أخلق حالة من الخلل الكبير في أمن الصحي الإنساني. في فرق بين أنه أنا أجي أقول احذروا أنه بيحاولوا يوفوا الفاكسين اليوم، يوفوا الفيروس لتغيير نمط الحياة، وبين أنهم هم صنعوا الفيروس. أنا راح أقول أنا كمؤسسة مثلا في أمريكا كنت في شهر 3 قلنا خلاص إحنا أول 5 السلام عليكم سكرنا، لكن إجينا اكتشفنا أنه تعرف هذه الفرصة أعطتني فرصة جديدة، اكتشفنا أنه إحنا اليوم كل مثلا مساجدنا في أمريكا، مؤسساتنا في أمريكا راحت اكتشفت طريقة جديدة أنه إحنا ممكن أنه الآن نطور أساليب التواصل. فكل أنا سمعت من مساجد أنها جمعت ما أضعاف ما كانت تجمعه في رمضان على سبيل المثال لما يكون في 1000 مصلي داخل المسجد. أنا كمؤسس اليوم أمنت نفسي لأشهر قادمة، وأنا كنت أظن أني سكرت، الآن أنا وظفت التكنولوجيا ووظفت الواقع الجديد، مثل ما أنه غيري قد يوظفه حتى يجي يحاول يفرض أنظمة رقابية جديدة في الغرب مثلا الديمقراطية، أو أنه في بلاد العربية بده يسيطر على مثلا على المساجد زي ما بعض الناس مقتنعين. في فرق بين التوظيف وبين المنفى. عندك صوت دكتور جمال؟ يس عم بحاول، عفوا. أوكي إذا بتعمل ميوت عندك بكون كويس. يس I'm trying. أوكي بس دكتور أسامة، يعني خروج المؤامرة عن أهدافها لا يعني نفيها. أنا ممكن يكون بدي أتآمر عليك بمؤامرة لكن ما تصلح، ما تنفع، ما تفشل أو تروح باتجاهات أخرى غير الاتجاه اللي أنا رحته. فممكن واحد يرد عليك يقول لك المؤامرة كانت قائمة وكان في هدف من أهدافها شل حركة الاقتصاد، الناس تجاوزت الأمر هذا واستطاعت بإبداعات مختلفة إنها تنجو من هذا الهدف، لكن في أهداف أخرى ترتبت عليها ربما كانت في البال لكنها ترتبت عليها. يعني مؤامرة قتل إكس أدت إلى قتل واي بدل ما تقتل إكس، بس المؤامرة لم تنفى، المؤامرة كانت قائمة لكنها ما أدتش أغراضها اللي هي تريدها. يعني أنا ظلتني من البداية أصر وراح أظني أصر، أنا لن أورط نفسي في نفي شيء، ما راح أورط نفسي، لأنه أنا مؤمن إيمانا مطلقا إنه بعض من يحكم في العالم يملك من الوحشية ما يؤهلهم إنهم يرتكبوا أكثر من هيك. لكن أنا اليوم بتكلم في مسألتين،
بتكلم أنا عندي واقع علمياً بقول لي أنه أنت ترى في إمكان لحدوث الطفرة، لأنه عندي دلائل علمية قبل ما تصير هذه، عندي دلائل علمية على حدوث الطفرات. ثم أنا رتبت على ما ترتب عليها من نتائج، قلت أنا بدي أعيدها الآن لأنه أنا مقتنع أنه مؤامرة. شوف، لأنه هي إحنا صرنا بنحكي على زوم، هي دليل أنه الشركات التكنولوجية استفادت منها. أنا بفرق بين المسألتين بس. الآن إحنا إذا نظرنا تاريخياً، تاريخياً إحنا حصل عنا أوبئة ولا لا؟ تاريخياً أكيد الإنفلونزا الإسبانية ما حدا بيقول إنه حدا إجا زرعها، لأنه ما كانتش التكنولوجيا زي هيك. مات 100 مليون بني آدم في بين 1918 ل 1920 كانوا 21. عنا إحنا في تاريخنا بنعرف إيش اسمه طاعون عمواس، في عنا طاعون جاستن اللي على أساسه الدولة الرومانية بقيت منفصلة للأبد بين بيزنطة الشرقية ورومانيا وروم بسبب أنه حصل وباء جاستن وأعاد تعريف ميزان القوة. في عنا حوادث تاريخية وفي ناس كتبت فيها يعني مقالات والدراسات وضعت تسلسل تاريخي للأهم الأوبئة اللي أصابت الإنسان في التاريخ وكيف أنها أثرت على مسار البشرية. الآن لما بيجي واحد بيقول هم كيف كانوا يتكلموا عن أنه في وباء قادم من بداية الألفية الثانية، أنا بحكي لك كيف كانوا يتكلموا. الآن أنا طبعا مش مجالي، بس أنا بتكلم على إنسان قرأ وباجي بوظف المعلومة ضمن المنهج. أنا منين قرأت؟ مش راح أقول لك قرأت من CNN أو من الفوكس نيوز، يمكن أني جيت على المعلومة في CNN بس رحت مباشرة قالوا أنه والله في مجلة اسمها The Lancet طلعت وحقت كذا 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 دراسة طبية على 96 ألف مريض و961 مستشفى في العالم، واكتشفوا أنه الهيدروكسي كلورين أنه هذا بقتل ولا يعالج كويس. أنا قرأته على CNN بس أنا ما أخذته من CNN، أنا شفت أنه في مجلة اسمها The Lancet فروح قلت أشوف إيش مجلة The Lancet هذه. مجلة The Lancet الآن بتروح بتشوف إيش تصنيفها وإيش مستواها العلمي ودراساتها المحكمة وغيره. الآن أنا بتطلع عليها، فأنا إجيت الآن تأكدت من مصدر معلومتي أنه مصدر معلومتي موثق، وتأكدت أنه هذه الدراسة تمت بضمن المناهج العلمية المتعارف عليها. فبيجي أنا مثلا ببني على هذا الكلام، فأنا لما أرجع على قضية أنه اللي كان يتكلم أنه لاحظ هم بيهددونا في الأوبئة من 2014، فإجانا أول شيء إجانا أظن السارس، بعدين إجانا المتلازمة الشرق الأوسط، بعدين إجانا إيبولا، وهي إجتنا هذه. كيف صارت؟ هم بيجي بيقولك استنى، أنا عندي بسموها الباترن التاريخي، أنا عندي نموذج تاريخي ماضي تاريخي. فبيجي الدراسات العلمية بيجي بيقولك شوف في تاريخيا حصل عنا، تيجي زي فليرز هيك شعلات، فبتيجي شعلة أو ضربة أو مش عارف إيش كذا، تيجي مرض بنتشر في منطقة معينة بعد أشهر يتم احتوائه، ثم بتيجي في منطقة ثانية ثم ثالثة ثم هون ثم هون ثم هون. اللي بسموها الهيستوريكال بارن هذا لما بيجوا بيدرسوا عليه بقولك إذا إحنا قبل ما يجيني الطاعون النهائي أنا بيحصل عندي طفرات إله، بيصير عندي فلير 1 2 3 4. فهم قالوا إنه إحنا حصل عندنا 3 4 مثلا فليرز على سبيل المثال، سيحصل عندنا البانديميك هذا، راح نوصل لمرحلة الوباء. الآن أنا لما بتيجي أنت علميا فأنا بتطلع عليها بقولها تطلع does it make sense؟ والله it makes sense yes، منطقيا بناء على المعطيات الأمامي. لما بتضع لي زي اللي بيجي الآن بدرس قالوا أنه رايحين في أمريكا، قالوا أنه في منطقة في أول 7 قد نصل إلى 143 ألف قتيل، كان الأرقام ظلت تتغير. إذا بترجع ليش بيغيروا الأرقام كل مرة، برجع بعطيك ليش غير الأرقام، بقول لك لأنه كنا ماشيين هيك وكنا هيك، اليوم مشينا هيك راح يصير هيك. الآن هذه دراسات علمية، لما أنت بدك تنفي هذا الكلام لازم تنفيه بنفس المستوى من السوفيستيكيشن. ما تيجي تعطيني إنه 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 كيف صارت، شوف شو صار. طبعا لأنه فاللي بده ينفي نظرية بده ينفيها بمستوى. إذا أنت بدك يعني الآن أنا راح أجي أنا مش إنسان authority مثلا، مش سلطة، مش إنسان يعني مرجع في الآخر. الآن إذا واحد بده يجي يناقشني ويبدي ينفي كلامي راح أقول له كويس، بدك تنفي كلامي أعطيني ما يوازي المعطيات والنسق التحليلي اللي أنا أعطيتك إياه. أنا ما بعطيك معلومة بس، أنا بضعها ضمن نسق تحليلي، والنسق التحليلي لأنه جزء من دراستي طبعا في المناهج، يعني في المنهجية مش دراسة المناهج بس، لما باجي بعمل بحثي أكاديمي لازم يكون في منهجية متبعة وفي بصير فيها التحكيم والتحكيم من نظرة. مش أنا ما بيحكمني واحد معاه دكتوراه في الفيزياء وأنا بكتب في النظام السياسي الأمريكي، بيحكمني واحد من نظرائي وهذا معروف عليه لقضية التحكيم. الآن أنا لما بعطيك النسق في تحليل المعلومة، أنا ما بتكلم عن أسامة اليوم، بتكلم عن المدرسة اللي بتقول إنه مش مؤامرة دكتور. لا. بس هذه المعلومة مش كل واحد بيقدر يسويها، يعني للأسف
في الفترة الماضية خاصة أيام الكورونا انتشر عنا معلومات بكميات كبيرة على الواتساب وعلى الفيسبوك، وناس عم تصنع فيديوهات زي ما أنت حكيت، وحتى شركات ومؤسسات عالمية عم تأخذ هاي الفيديوهات صارت سورس، فما بالك في الشخص المواطن البسيط. يعني أنا حقرأ لك ثلاث شغلات ساركاستيك، يعني هم مضحكين كتبوهم ناس بس هم من واقع محزن. بقول لك الأولى: المصاب بالإنفلونزا العادية لا يصاب بفيروس كورونا. المصدر، قالوا له المصدر إيه؟ قال لهم عم محمود المواسرقي اللي قال لنا فيش فيروس برضى يدخل يخش على شغل فيروس تاني. الثانية: أكد سائق باص خبير أن فيروس الكورونا ليس خطيرا كما يدعي العالم. فيما قال أبو محمود الخضرجي: أنا له معلومات مؤكدة أنه سيتم زرع شريحة لكل إنسان على سطح الأرض بحجة علاجهم من الكورونا، والهدف من الشريحة هو مراقبة البشر. وعلميا قالت أم سعاد الخياطة أنها اطلعت على وثائق دامغة من وكالة ناسا تؤكد أن حبة البركة هي العلاج الوحيد لفيروس كورونا، وأن ناسا أخفت الخبر حتى لا تنتشر حبة البركة بين الناس وتخسر شركات الأدوية. طبعا هم كاتبها بطريقة ساركاستيك، بس فعليا كل هاي الشغلات انتشرت على الفيسبوك كالنار على الهشيم على الواتساب. وللأسف الآن زي ما شفنا أنه في مؤسسات إعلامية وإعلاميين كبار عم بأخذوا هذه السورسز اللي هي ما أنزل الله بها من سلطان، فما بالك بالمواطن العادي؟ من وين بتجيب المنهجية؟ ما هي يعني وزي اللي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام في تركيا وقالها أنه السماق هو العلاج، وجابوا صورة كيف السماق شكله كيف بيكون على الشجرة، وكيف كورونا كيف زي اللي انتم حاطينه وانا صورة الكورونا، وقالوا أنه نفس الشكل. وبالمناسبة تورط فيها ناس كثير بيفهموا. أنا مرة ثانية احنا لازم نفرق بين 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 مسألتين، بين انه انا ما عندي دليل انه هذا مصنع، وبين انه عندي دلائل مؤكده مؤكد يقينا انه في فشل في التعامل مع الفيروس. في فشل شفناه في امريكا وشفناه في مناطق كثيره. الان انا من الناس اللي بتابع كثير الاخبار وبتابع كثير التحليلات بسبب انه هذا وظيفتي شغلي، فالآن بكون أتابع. أنا ما بهمني طبعاً البعد الطبي والعلمي، لكن بكون أتابع لأنه هو جزء من الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين اليوم في أمريكا، أنه هذا رئيس فاشل وضيع البلد فبايدن أحسن. الآن أنا بتطلع مثلاً، أول شيء كانوا يقولون ما تضعوش الكمامات، ما تشتروا الكمامات، خلوا الكمامات ما بتفيدش الكمامات، غيروا الرأي بعدين كويس. ثم الآن بطلعوا كان يقولوا سكروا كل شيء. اليوم الآن عندك خبراء أوبئة بيقولوا أنه إحنا الخطأ اللي ارتكبناه أنه سكرنا كل شيء. لازم تخلي الناس تطلع، لازم تخلي الناس تروح على الباركس، لازم تخلي الناس تروح على البيشز، لازم تخلي الناس على الشواطئ، لازم تخلي الناس تتريض، لازم تخلي الناس يحكوا مع بعض، لأنه الصحة العقلية جزء من مناعة الجسم، جزء من مناعة الجسم. بس لازم نحافظ على التباعد، لازم إحنا ما نقربش على بعض، احترام، نحط الماسك، عشان أنا إذا أنا عندي مناعة ما أنقلهوش إلك على سبيل المثال، من المسائل هذه. فأنا اليوم لما باجي بتطلع، أوكي أنا هون بتطلع راح أجي أقول أوكي أنا عندي دليل مؤكد إنه هذول الناس بتعاملوا مع إشي جديد عليهم، فقاعدين الآن بتعلموا فينا كمان. ليه؟ أنا ما بفترض في سوء النية بالمناسبة، لأنه أنا بتطلع عليه هو مش عارف إيش بيساوي. أنا بتكلم على طبيب، إيش الطبيب بده يجي يتآمر علي يعني؟ طيب السياسيين ورؤساء الدول بيتأمروا، بس كل أطباء اللي موجودين في مستشفيات العالم هم ما بيعرفوا إيش معايش بتعاملوا، هم نفسهم بموتوا بالفيروس لأنه مش عارفين معايش بتعاملوا. فاليوم أنا باجي بتطلع باجي بقول أوكي أنا عندي مشكلة اليوم في فهمهم كيف نتعامل مع الفيروس. ومع الوقت بدينا إيش adjusting، إحنا شوية شوية صار يقول لك لا افتح شوية، لا الآن بس أنت لما تروح المطعم خليه 50% capacity بدل 100% capacity، لما تروح على البيتش يا أخي ما تلزقوا بعض، ما تلفيش داعي إنكم تتنفسوا فوق بعض. فالآن أنا قاعد بشوف إنه إحنا قاعدين نتعلم كيف نتعامل. فلما بيجي بدي أفترض بعض الناس بيجي بيفترض لا سوء النية مثلا خذ بلادنا، سوء النية إنه ما بدوش يرجعك على المسجد، هو رجعنا يوم الجمعة الجمعة عشان نمرض من جديد ويسكروا المسجد، ما رجعوناش على صلاة الظهر ولا صلاة الفجر في يوم عادي. لاحظ طيب كويس، انت لما بتيجي هنا انا باجي بقول مش بالضروره، اوكي ممكن اشوف انت بتفكر فيها، انا بقول هذه سوء اداره اكثر منها تقصد انه بدي يسكر عليك المسجد. لما انا بصير ادخل في كل صغيره بدي ادخل فيها تفسير تآمري بتعب وبتعب.
لأنه إحنا أصلاً تعبانين من الواقع اللي إحنا عايشينه. فأنت صحيح. بتزيد الضعف. أنا لما بيجي واحد بيقول لي لا هم بدهم إيانا إنه إحنا نطلع من الوظائف والشغل، كيف بده إياني أطلع من الوظيفة والشغل؟ طيب أنا ابن الأردن، ليش الأردن بده إياني أطلع من الوظيفة والشغل؟ الأردن اليوم عايشة على، يعني الله يحمي الأردن ويحمي كل بلادنا، عايشة على كف عفريت. ليش؟ بفهم إنه المخابرات بدها تعزز إنه بتستغل الوضع، فبتعتقل فلان وفلان وفلان وفلان، اليوم بروح بأخذهم من بيوتهم لأنه الناس قاعدة في 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 ظل عزل وغيره وكذا. هذه بفهم، هذه قضية غير هذه. في فرق بين إني أقول إنه الدولة بدها تخلي الشعب يموت من الجوع، وبين إنه جهاز في الدولة الآن بيقول لك خليني أخلص من فلان وفلان وفلان الآن اللي كانوا مغلبيننا أحطهم في السجن. في فرق بين القضيتين. لما أنا يعني بتقول، يعني بدك تقول إنه وجود استغلال للحدث وللظرف لا يعني انه اصلا الظرف انبنى بمؤامره او انعمل وتخلق بمؤامره. يعني ممكن انا الان احنا في عملنا، احنا ممكن في البزنس تبعنا احنا ممكن نستفيد من هذا الظرف الموجود ونعمل بزنس في الاونلاين، زي مثلا زوم. زوم استفاد بشكل كبير جدا من الظرف الحالي، تضاعفت 4 أضعاف الانكم تبع زوم والدخل تبعه من 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 وراء الظرف اللي موجود. هل معنى ذلك انه زوم هو اللي عمل الفيروس او دفع لحدا يعمل الفيروس؟ او هو ممكن تكتشف انه في عدد كبير سواء اجهزة او افراد او شركات او مؤسسات تستفيد من الحدث، لكن هذا لا يثبت، هذا جاء ما بعد الحدث، هذا لا يثبت انه هو هناك تصنيع للحدث. ولذلك يعني أنا يعني بهذه الأمور بحب أني أقرأ فيها شوية، يعني مش تخصصي، لكن وأنا بقرأ وبديت فيها أنا لما بديت، أنه أنا ما كنت أعرف أنه في شيء اسمه circular reasoning. أنت بترتب النتيجة على الفرضية اللي وضعتها في تصورك، أو أنك تؤكد فرضيتك بالنتيجة اللي أنت عايشها وبتقول أنه هي دليلها. زي ما تفضلت الآن، إذا أنا بدي أمشي في السيركلر ريزنينج اللي ناس كثير ماشيين فيه، راح أقول لك تعرف اللي وراها زوم وفيسبوك وسكايب وغيره. ليش؟ خلونا علقانين على التكنولوجيا. إذا أنا رجعت بنيت النتيجة، لأنه إحنا اليوم قاعدين نحكي على زوم، أنا رجعت بنيت إيش؟ أكدت فرضيتي، أنا اللي وضعت الفرضية وأنا جيت أكدتها في نتيجة، صح؟ أو أنه أنا باجي بقول أنه بعملها بالعكس، لأنه أنا افترضت أنه هاي مؤامرة، هاي طلع عندك زوم وإجا ساوى كل إشي، أخذ كل إشي منه. لاحظ هذه السيركلر ريزنينج اللي بترجع فيه الاستدلال الدائري، زي البطارية بتشحن بعض. فأنت إيش؟ فزادوهم خبالة، فإحنا بنصير نزيد بعضنا خبالة، وبصير يزيد الواحد نفسه خبالة. الآن ما راح أجي، لأنه في أي ظاهرة إنسانية، أنا ما بتكلم على 1+1 إيش بدها تساوي؟ 2 مليون%. ما إذا واحد بيجي بينكر إنه 1+1=2 بتقول عنه مجنون، بتعبش حالك في نقاشه. لكن الظواهر الإنسانية ليست هذا العلم الصعب. فأنا راح أجي أقول لا، أنا أول كيب إشي بسموه، بدك تسميه البنفت أوف ذا داوت، الداوت نفسه الشك. أنا راح أجي أقول طيب، أنا عندي ظواهر غامضة، عندي قضايا غامضة، عندي أبعاد غامضة في كل بيصير. أنا راح أقول لك، أنا أسامة بحكيك، في قضايا مش واضحة، لكن أنا باجي بتطلع إنه الأدلة الغالبة اللي بيسموه overwhelming evidence، هذه الأدلة مش أكثر من غالبة، قاعدة بتعطيني قراءة مختلفة. طيب أنا مع الآن مع أي قراءة أمشي؟ أنا راح أمشي مع القراءة الأرجح، وهذه الرجوح فيها مش 70 و80، ممكن توصل 95%. الآن 5% ممكن تصير هي 90%، بكرة أنا بقول ممكن. ما راح أقول إنه هذا اللي راح يصير، بس بقول إنه راح أخلي دائرة الشك، لأنه أنا لا أتعامل مع علم صلب محض مطلق. أنا بتعامل مع قضايا تعتمد على القراءة وتعتمد على المعطى، وإذا تغير المعطى في الغد تتغير النتيجة اليوم. فأنا لما باجي بتطلع على كل هذه الأمور، باجي بقول استنى، أنت قاعد بتختزل ظواهر كونية في نظريات، في حين أنه أنا تاريخنا، إحنا تاريخ الإنسانية مليء بالأوبئة. بعدين أنا إذا بدي أجي ولاحظ خطورة الاختزال، أنا راح أعطي مثال سريع على خطورة الاختزال، ما بدي أجيب من التاريخ الغربي، بدي أعطي من تاريخي أنا. إحنا لما إجينا اختزلنا الفتنة كلياتها بين الصحابة، اختزلناها بالسبائية وعبد الله بن سبأ، إيش صار عنا؟ صار عنا أنه أنت صار عنا فقه يشرع للمتغلب
غلبته. فأنت اليوم بني أمية هم كانوا القوة، فالفقهاء كانوا يقولوا ما بصير ترفع السيف عليهم حرام، لأنه متغلب، حاكم متغلب. لما بني العباس رفعوا، العباسيين مع الخراساني أبو مسلم وغيره رفعوا السلاح، قال لك هذول خوارج. لما انتصروا العباسيين صارت الدولة العباسية المتغلبة. شوف إيش اللي صار عندنا اليوم. صار عندنا اليوم فقه بقول لك إنه أنت لو حتى لو لاط، مش هيك يطلع واحد فقيه في السعودية قال له شو إحنا هيك إحنا هيك دخلت في دخلت في مجال آخر. أنا عندي بس عشان تسمح لي بس إنه لاحظ، لأنه أنت بنيت كل شيء على نظرية المؤامرة، في إنك تيجي تقول لا في واحد خرج أصلا عن الشرعية وفي واحد غلط، شايف حتى لو كان صحابي رضي الله عنه غلط أنا بقدر أقيم فعله، أنا ما بقيم دينه وإيمانه. لاحظ صرنا ندخل في قضايا إيش أثرت على نهضتي كأمة، أثرت على فكري كأمة. فأنت لما نفس الشيء تيجي اليوم واحد بده يجي يقول لي إنه بناء على، طب هل كان في عبد الله بن سبأ؟ احتمال يمكن 3-5%، لكن ما كانت 90%، قطعا ما كان في 90%، غالبا شخصية أسطورية. فأنت رسامة أعطيني أسطورة وبدك أنا أحكم عليها صعب. يا دكتور أسامة، طبعا انتشرت فيديوهات كثيرة في الآونة الأخيرة، أنا بديش أناقشها كلها، بس في فيديو انتشر حديثا كالنار على الهشيم، مش طالب منك تحلله لأنه طبي، أنا هحكي عنه سريعا وححكي لك وين وجهة نظري في الموضوع. الآن حكوا أنه الأطباء الإيطاليين تمردوا على منظمة الصحة العالمية وقاموا بتشريح الجثث، أوكي؟ وطبعا هذا خطأ كبير، لأنه منظمة الصحية منظمة الصحة العالمية ما بتمنع أي دولة، هي بتعمل ريكومنديشن، ما بتمنع أي دولة تشرح جثث أو ما تشرح جثثها، هذا راجع لها. وتشريح الجثث كان بدأ من الصين وتكمل بإيطاليا بشهر 2 و3 بدأوا رسميا، ولكن هذا الفيديو انتشر بشهر 5. الشيء الثاني اللي حكاه هذا الفيديو انه هذا الكورونا اصلا مش فيروس، هو بكتيريا بقتل الانسان عن طريق البكتيريا، وهذا طبعا يعني كل العلماء اثبتوا انه فيروس، مش عارف اللي طلع هاي النظريه من وين جاب انه بكتيريا. بيصير التهاب اكيد، بنيمونيا اللي هو التهاب الرئه اللي بسببها بكتيريا، لكن الفيروس هو فيروس. وحكى بعدين هذا الفيديو عن الجلطات، انه السبب الوفاة مش التهاب رئوي، هو سبب الوفاة الجلطات اللي بتصير في الجسم بعد تشريح الدم. وفعلا وجدوا انه في جلطات بتصير، بس الجلطات بتصير بكتير شغلات وجدوها ماينر، فعشان هيك بيساعد العلاج مش بمنع الموت، اللي هي الهيبرين والشغلات هاي. الان يعني على هذا الفيديو استوقفني كثير، يعني وجدت فيه 3 أشخاص. الشخص اللي أصدر أو عمل هذا الفيديو أنا بعتبره يعني مخترع، لأنه قدر يوصل لعقول الناس، والشخص اللي استلم هذا الفيديو وعمل له ديليت، والشخص اللي مسك هذا الفيديو بدأ ينشر فيه لأنه اقتنع فيه بسرعة. أوكي، هذول 3 أشخاص شو تحليلك إلهم؟ الشخص اللي عمل هذا الفيديو قعد ساعات يسوي فيه عشان يخترع نظرية زي هاي، الشخص اللي وقف عنده الفيديو، والشخص اللي استمر بنشر في هذا الفيديو. طبعا انا بعرفش الفيديو، ما راح بغض النظر، لا بشكل عام، يا يعني ما راح قصدك عن فيديو، قصدك دكتور عن فيديو مفبرك. اي فيديو مفبرك، اي فيديو، اي 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 خبر مفبرك، يا وفيه اكاذيب واضحة واخطاء يعني علمية واضحة. انا دائما اول سؤال بسأله اعطيني مصدر معلوماتك، قصدين أعطيني المعلومة منين جاءت. لما شفنا البرنامج اللي شفناه قبل كم من يوم، في دراسات أمريكية وكندية أكدت، كويس أعطيني واحدة منها، أنا حاب أشوفها دراسة، لأنه إذا في شيء أكدت ما هو لازم نعرف إيش المصدر. فأنت أنا بقول لك فلان كذا حصل، أعطيني كيف أنت عرفت، يعني كنت حاضر على سبيل المثال، أنت متأكد من كلامك هذا؟ إحنا مش هذه في الحياة الشخصية بنستعامل هيك، ما بالك بالقضايا الأكبر. أنا راح أسأل دائما ما هو مصدر المعلومة. الآن هل في أسئلة غير مجاب عليها؟ 100%. وأنا راح أقول لك إنه الأسئلة غير المجاب عليها هذه قد تغذي نظرية المؤامرة أو التفسير التآمري. لكن إحنا إذا إجينا أخذناها في سياق ثاني، أنا اليوم عندي قراءة راجحة وقراءة مرجوحة. أنا عندي نص في القرآن بقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. انت اذا في، احنا بنقول الشك يفسر لمصلحه المتهم، والشك يفسر دائما انك انت تنفي فيه الحدود وغيره. انا اليوم لما عندي ادله
متواترة متراكمة بتقول إنه هذا مصدره طبيعي، لكن هذا في طفرة فيروسية إحنا جديدة علينا تعامله، أقوى من غيره. صحيح ما بقتلش قد الإنفلونزا، وكلام ترامب صحيح بالمناسبة كويس، لكن أنا بتعامل مع شيء غامض. لاحظ الفرق اللي بتكلم إنه بقول لك طيب هو الإنفلونزا أخطر يا أخي، ليش أنتوا جيتوا شليتوا الحياة هنا؟ صح، أنا بقول لك ليش شلينا الحياة. الإنسان عدو ما يكره، الإنسان يخاف من الذي من المجهول دائما. إذا بتحطني في الليل أمشي في مكان، وبتحطني أمشي في النهار في مكان، بتفرق الطريقة اللي بتمشي فيها أنت. الليل غير، الليل ما فيش فيه الوضوح. أنت الآن بتفكر ممكن اللي بيؤمن بالجن ممكن يطلع لي جن، واللي بيؤمن إنه ممكن إنسان يغدره. ليش؟ لأنه الليل. إحنا هذه طبيعة الإنسان. الآن لما أنا بيجي عندي قضايا غامضة كثيرة ترجع لغريزتي كإنسان، غريزتي كإنسان ما دام هذا الغموض موجود معناه في إشي غلط. الآن الغموض هذا قد يكون تفسيره علمي. كم إحنا سمعنا في حالات بقول لك إنه في أصوات معينة بسمعوها في البيت الفلاني، لما بروح بدرس وبيحطوا خبراء وكذا بيجيبوا لك كويس هاي الصوت منين إجا. وفي حالات عنا في حالات علمية إلى الآن لم يوجد لها تفسير علمي لحد اليوم. في عنا نظريات زي مثلث بورمودا اللي هو في عند فلوريدا في شواطئ الأطلسي، في نظريات بس ما في عنا حقيقة علمية إلى اليوم. فبقول لك أنا ما عندي حقيقة علمية على اللي بيصير، أنا عندي تفسير في موجة مغناطيسية مش عارف إيش على خط أبصر إيش. فالآن أنا بتكلم، فالإنسان دائما لما يكون في غموض لا شك إنه بيدخل في التفسير التأمري لا شك. لكن أنا ما بتكلم على الإنسان العادي، أنا بتكلم إحنا اليوم نتكلم على أهل الخبرة، على خبراء، على علماء. أنت لما كخبير وكعالم تتكلم لا يجوز أنك تتكلم بلسان الشارع، لازم تتكلم بلسان العالم. فأنا لما بيجي عندي قضايا غامضة بقول أوكي أنا بدأ أطلع في هالقضية الغامضة هذه، ليش هذه القضية الغامضة أنا مش عارف ألقى لها جواب. نفس السرطان، ليش السرطان برد برجع لما بتعمل كيمو ثيرابي أنت على سبيل المثال؟ ليش برجع مرة ثانية؟ طب وأنا لو بدأ فسرها تأمريا إيش يعني؟ هم صنعوا السرطان عشان يحطوه فينا يعني على سبيل المثال، ومش عارفين يعالجوه، بموت فيه رؤساء وزعماء وقادة مخابرات وقادة، في الآخر ما هم بموت اللي مفروض صنعوه يعني. فأنا الآن لازم أجي أفرق بين هذول المسألتين. أنا عندي قضايا كان يقولوا لا يصيب الأطفال، وقال لك لا اكتشفنا بصيب الأطفال. كان يقولوا لا يؤثر على الحياة الجنسية والصحية وعلى الولادة وعلى كذا، وجدوا أنه لا، أنه ممكن تلقاه في السيمز، ممكن تلقاه في المني تبع الرجل، ووجدوا أنه ممكن المرأة أيضا تعطي لابنها بالطريق الحليب أو بالولادة. اليوم أنا عندي كل يوم النظريات تتغير، كل يوم بيطلع عندي معلومة جديدة طبعا لأني بتعامل مع شيء جديد. ولذلك صحيح يمكن طب المتلقي دكتور أسامة، المتلقي إيش لازم يسوي؟ يعني المتلقي يعني يمكن ما عنده الوقت، ما عنده القدرة انه يروح يحضر او يجاوب او يبحث عن هاي المعلومة، فهل تنصحه انه اذا مش متأكد ما يرسل ما يوزع؟ اما يعني كله شغال ما شاء الله، انا كل يوم 40-50 مسج. انا يعني دائما من الناس اللي دائما بقول انه احنا أول شيء لازم نتقي الله اللي بنعمله بالناس وبنعمله بحالنا، واثنين نحترم حالنا شوية، خاصة لما يكون واحد عنده درجة من التعليم نحترم حالنا شوية. اتغرغر بالمي وبالثوم واطلع بالشمس ونزلوا على المعدة وبذوب، وإذا المعدة بتذوب القرش بتذوب الفيروس، وبعدين ثاني يوم صح. تطلع بتقول لا ما هو بروح بعلق مش بالمعدة، هو بروح بعلق بالرئة وبحط الخطاف تبعه. شوف ما بصيرش إنه إحنا نعمل بالناس هيك. أول شيء تأكد من معلومتك قبل ما تطلع للناس برأي اليوم، وبعدين ثاني يوم تطلع لهم بقصة جديدة طويلة عريضة تحكي عن علماء أنت مفهوم. علماء وتروح بتخربط الناس. ما هو مش كل عالم يعني، مش كل من معاه دكتوراه بفهم يعني هذا مواخذ ولا مش بضوء، ممكن لكل جواد كبوة. خلينا نقول أنا الآن لذلك إحنا قضية المعلومة كم توثيق المعلومة، هذا قضية مهمة جدا. إحنا قبل ما نطلع للناس ونشيع الفتنة بين الناس ونخوف الناس لازم نعطيهم معلومة صح. الناس خايفة أصلا، احنا خايفين اصلا، احنا بنتعامل مع مجهول. انا كنت في واشنطن اليوم في المظاهره هذه اللي في واشنطن ضد قتل جورج فلوي في مينيسوتا، ونزلت مع زوجتي وبناتي وكلهم لبسوا الكمامات وكلهم بتطلعوا فيه يعني وين كمامه تبعتك، فرجعت على السياره وجبتها. انا برتاح لاش جبتها لانه انا بنطلع على كل حواليا لابسين الكمامات احتراما لمشاعر الناس، فانا باجي بلبسها لانه فعلا بقول لك ممكن انت تنقل لي المرض، ممكن انت عندك اي سيمتوماتيك انت تكون ما ببينش عليك وبتنقل لي اياه، بس انا ممكن اموت فيه. انا باجي بقول انه احنا ما لازم نيجي نقول للناس ترى اتمرد على الكمامه،
ترى تمرد على انك تظلك تغسل ايديك، ترى تمرد على انك تبعد عن 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 عن, عن والدك ولا والدتك الكبار في السن، او اذا لك قريب او صاحب عنده مرض في عنده نقص ضعف في المناعه، تمرد لانه كل اللي بيحكوا لك اياه كذب. فانت لما بتقتل هذا الانسان انت قاتل عمليا، انت قاتل، لم يمكن مش بالضروره قاتل يعني بسكين، لكن قاتل، لانه ها لما احنا بنيجي بنزرع الجهل ممكن يطلع الكلام كله بكره غلط. انا الان بتحدث عن حياه بشر، في ناس احنا بنسمع الارقام والله لحد اليوم اللي ماتوا على مستوى العالم مش عارف 350 الف 450 الف مش عارف كم. طيب احنا بنقول عنهم كانوا ارقام من اصل 6 7 بليون مليار بني ادم. طيب بس بالله عليك لو كان اللي مات ابوي اخوي اختي بنتي ابني، هل انا بنظر لها بنفس الطريقه؟ ببطل الرقم صح، بتصير حياه. فانا باجي بقول هنا انه انا لازم اكون حذر في طرح المعلومه، لانه الخبير لازم يطرح معلومته بحذر، ما لازم يطرحها بخفه. اليوم انت امبارح بتقول لي انه بالميه اذا بتتغرغر بروح وبنزل على المعده والمعده بالذوب، وبعدين طلعت قلت لي لا هذا غير وكذا، بعدين بترجع بتقول لي ترى تردوش نفسه اطلع في الشوارع وكذا. انا بقول صح، انا قاعد بتابع، انا 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 ما بفتي، انا بتابع وبعطيك معلومه. انا قاعد بتابع لخبراء اليوم بقول لك لا لا اسمع، احنا لازم نرجع نستأنف الحياه الطبيعيه لكن بشروط جديده. والشروط الجديده بصراحه انا بتطلع عليها منطقيه، انه الانسان ما يعطسش بايده يعني عدم مؤاخذه، يعني ليش احنا ان هاي انا من الناس الحساسين جدا في المسائل، تعطس بيدك بتسلم علي بس تحي كنت بسلم شو بدي اسوي يعني بدي ازعلك هذا اذا ما بوس كمان شايف يعني بتروح بتنعزم على الناس على الاكل وبكون يوكل فوق الاكل او بشرب مثلا مرقة الجميد تبعت المنسف فوق وبعدين بيجي بحط والله صح كنت استحي. اليوم انا بتكلم فيها دائما لا الان اجتني فرصه. قصدي ايش المشكله اذا انا بقول انه احنا لازم نحافظ على نظافه ايدينا، وانه احنا ما نتنفسش بوجوه بعض، وما نعطسش بوجوه بعض، وما نقحش في وجوه بعض، وما ناكلش فوق الاكل، وما نحطش مثلا واحد بمسح اصابعه بكل لسانات وبعدين بيجي بفتت لي اللحمه على سبيل المثال. ايش الغلط؟ انه اذا اجينا طورنا الذوقيات اللي هي هذه بغض النظر عن وجود الفيروس ولا غيره، اي طبيب عادي اي طبيب مش تبع اوبئه بقول لك ترى ما تعطس ولا اذا انت مريض ما تتنفس في جو واحد صح؟ هي معروفه انت بتبعد الولد عن الولد او البنت عن البنت، في اذا ولد مريض بتخليهمش يناموا بحد بعض ولا كذا عشان بعدي بعض صح. هاي هذا بقول لك واحد اتصل في ابوه بقول له وينك يابا، بقول له قال عند جارنا ابو احمد، بقول له ماله خير، قال والله خط له شويه كعكات وحلو، تعرف صفه الحلو هذا اللي كنا ناخده، قال بيحكوا معاه كورونا وقاعدين متعلل عنده احنا ففعليا بتصير يعني عم بتصير هاي الحركات صح. ولذلك احنا بنرجع انه انا الان بناء على رأي خبراء، مش رأيي انا، مش اسامة، انا اسامة بفتيش، انا زوجتي بتتهمني انه انا من جماعة ترامب يعني انه ظليتك تروح على الشغل، بس بقولها فيش حدا في الشغل فعلا ما في حدا الا انا بعرفش اعيش في البيت، وظليتك تروح تطلع كل يوم بقولها صح بس انا ما بختلط، وبتروح على المحيط وبتصيد سمك بقولها صح بس انا مش ملزق في الناس فبتتهمني بتقول لي انت ما غيرتش، بقولها صح بس انا فعلا حافظت على المسافات مع الكل. واليوم اجوا الخبراء بقول لك انه لا احنا لازم نخلي الناس يتحركوا، لازم نخلي الناس يتنفسوا، بس ما تيجي انت لما تيجي نتحرك زي ما صار عندنا في كانساس، راحوا فتحوا المسبح فلقوا كل الناس فوق بعض وراحوا على ديتون على ديتونا بيتش اسمه كان والله نسيت اسمه في 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 فلوريدا، وراحوا عملوا بالعناد الناس تجمعوا مع بعض بالعناد صح. ها احنا الان دخلنا في السفاهه no. دخلنا في السفاهه. في فرق بين انه تستأنف الحياه ضمن ضوابط واغلبها صحيح يعني قبل المرض، وبين انه احنا نيجي ندخل في قضايا العناد. فانا راح افرق بين مسائل كثيره، بس لما انت قاعد بتقول للناس ترى كله كذب ومش صحيح وانزلوا وبكره لا سمح الله مات واحد احنا بنحبه ولا قريب لنا، كيف نجاوب عليها؟ صحيح طيب. انا بدي اقول يعني احنا الموضوع طبعا هذا له تشعبات اكيد و و و, و, و تبعات، خلينا نحكي تبعات اللي تسكنهم نظريه المؤامره. في منهم ناس تسكنوا نظريه المؤامره لكن بيضلوا في بيته بيمشي بالتعليمات، وفي ناس تسكنهم نظريه المؤامره ويترتب عليها فعل
يبدأ ب يعني تصرفات فقط من أجل تحدي هاي النظرية. الأمر بجوز لن ينتهي ولا ينتهي. أهم شيء أنا يعني مهتم فيه حقيقة اللي هو أن نكون منهجيين في تعاملنا مع الأخبار، في تعاملنا مع الأمور، لا نكتفي بالفيديو، لا نكتفي بالصوت، لا نكتفي بالصور، لا نكتفي بمجرد تكست، لا نكتفي ببوست وصلنا. علينا أن نتحقق، ندور على المراجع العلمية، شهير. نعم، ولا ننخدع بالمشاهير ولا نخدع بالفضائيات، نتحقق من معلومتنا. وإذا لم نستطع أنه نتحقق بالمعلومة من المعلومة أن نتوقف. يعني إحنا نميز بين حالتين، وخليني أتكلم مع الناس بلغتهم الشرعية، لغتهم الدينية. هناك حديث يقول: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهناك حديث يقول: من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا جمعنا الحديثين مع بعض نكتشف أنه من يتحدث بغير علم حتى لو أصاب هو على خطر عظيم. فاللي بنطلبه من الناس أنه لا تنقل معلومة وأنت مش عالم فيها، لا تنقل معلومة دون أن تتحقق منها حتى تكون مسؤول عنها. أنا اليوم لو بقول لي واحد النار لا تحرق وبدي أحكيها لابني، أحكي له: ترى يا بابا النار لا تحرق. إذا أنا غير عالم أو مش متأكد من معلومتي حرقت ابني، حتى لو ابني لأمر ما، لصدفة ما، لفرصة ما نجا من الحريق، سأحرقه في المرة الثانية أو أحرقه في المرة الثالثة، الفرصة ما زالت قائمة. القاعدة في الموضوع: إذا أنت غير متأكد علميا وغير متأكد علميا وغير مقتنع علميا وغير قادر على التيقن والتأكد من المعلومة التي تصلك، لا تنقلها إلى غيرك، لأنك تساهم في نشر المعلومات الخاطئة. دكتور، احنا بدنا نعتذر منك ومن الجمهور، بس لازم ننهي لأنه في برامج جاي عندنا، فحابب أعطيك آخر دقيقة إذا بتحب توجه إشي للجمهور. أنا شفت يعني في نقطة ظلت تطلع أنه إحنا مش لازم نعيش الناس برعب ومش لازم نعيش رعب. صح، أنا نقطتي وراح أظن أعيدها، وبالنسبة لي بأسس كلامي على 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 رأي الخبراء اللي أنا بسمعه، المنتل هيلث مهمة زي الفيزيكال هيلث. أنا لو بستطيع أقنع زوجتي وبناتي بكون الآن في الجبال ولا عند المحيط، أنا لحالي بروح، هم برضوش. أنا من الناس المؤمن مع الرأي اللي بيطرحوه خبراء مش أسامة ورشيد، إنه إحنا لازم نعيش ولازم نرجع لوظائفنا ولازم نرجع لمساجدنا ولازم نرجع لحياتنا، بس ضمن معايير وقوانين صارمة. إحنا الآن نفتح المسجد تبعنا يمكن أظن الجمعة الجاية أو اللي بعدها مثلا، بدنا نيجي نعيش، حطينا قوانين، انحطت قوانين في المسجد، أنا مش قيادة المسجد ولا عضو في البورد تبعه، قوانين، في قوانين تباعد، في 4-5 صلوات رح تصلى، بدك تجيب سجادتك، ما فيش وضوء، أنا موافق على الكلام هذا، بس أنا بدي أرجع أصلي، مش بس لأنه هذا الصح، بس ضمن القوانين الصحيحة. لكن هذه إحنا وين بنتحدث؟ الخطأ إنه إحنا نيجي لأنه افترضنا أنه مؤامرة ومبالغ في اللي بيصير، فلا يلا نرجع ونشوف قديش بدي يموت بيناتنا، أو خلي زي ما بقولوا مناعة القطيع. ليش يعني لازم تكون مناعة قطيع؟ طب ما إحنا ممكن إنه ترايد هالويف هذه كلياتها، نلتزم بقواعد، بدل ما يموت 200,000 لا قدر الله يموت 10,000 مثلا، وإحنا عايشين حياتنا بالطبيعية يعني، لكن شوية ضوابط جديدة من هون لا يطلع الفاكسين وغيره من الكلام هذا. فأنا بقول أنا ما بدي أعيش رعب، لكن في نفس الوقت ما بدي أكون إنسان ركلس وإنسان سفيه في تعاملي مع خطر. على الأقل أغلب الأدلة اللي أمامي يا سيدي مصنع ولا مش مصنع، موجود. بدي أكون أنا حذر في التعامل، في فرق. هذه هي القراءة اللي إحنا لازم تكون عندنا واضحة، إنه نكون إحنا منطقيين. وأنا برجع مرة ثانية، أنا تكلمت في المناهج كثير، تكلمت في النظريات كثير ومش عارف إيش، بحب دائما أقول إنه برضو ديني بعطيني المنطق، بقول لي إن الظن لا ينبئ من الحق شيئا، بقول لي ولا ينبئك مثل خبير. أنا بدي أسمع لخبير عدم مؤاخذة، حتى لو احتمال إنه بيكذب 5%، بس أحسن ما أجي أسمع لواحد مش عارف وين الله حاطه. يعني هي سمعنا لترامب، ترامب قال لك اضرب حالك بالكلور واشرب لك مش عارف مع يعني، والله لو انه ما الدنيا مش مسجل بقول لا هذه من المبالغات، بس احنا شفناها بالصوت والصوره صح. انا بدي اسمع لترامب ولا بدي اسمع لفوتشي؟ الان بقول لك فوتشي من الدوله العميقه، يا سيدي الدوله العميقه اللي بيمثلها فوتشي على الاقل في امل انه هذا بفهم، بس هذا البني ادم اثبت لي انه جاهل
أنا بدك يعني أرد على دونالد ترامب وأترك فوتشي؟ لا، أنا راح أكون منطقي، بس مش بالضرورة أني بأخذ فوتشي كل كلمة بيحكي لي إياها أنتوني فوتشي أنه كل كلمة بيحكي لي إياها 100% صح. أنا راح أكون داوتفول دائما، لكن ضمن منطق وضمن بدل ما أعمل الريزنينج بعمل الريزنينج تبعي. في فرق بين السيركلر ريزنينج أنه أنا بغذي نظرية المؤامرة عندي، وبين أنه أنا أم ريزنينج أنه أم كيبينج ماي داوت، بس بنفس الوقت أنا منطقي وكيف أتعامل مع الدنيا. يعني سامحونا طولت شوي. لا والعكس. أستاذ محمد، في عندك شيء تحب تزيده؟ أنا بدي أشكر دكتور أسامة على تشريفه إلنا. أتمنى أنه المشاهدين جميعا بنوا فكر ومنهج حقيقي لتعاملهم مع هذه النظريات المختلفة وتعاملهم مع الأخبار المختلفة، وأشكر الجميع مرة أخرى. أنا باسم كنار تي في حابب أشكر الدكتور أسامة على تشريفه، وإنه حابب أشكر جميع المشاهدين اللي شاركونا بتعليقاتهم وأراءهم. حابب أذكركم اليوم الساعة 10 راح يكون عندنا 9، راح يكون عندنا حلقة 9 قريبا، يعني بعد نص ساعة يكون عندنا حلقة عن العنف الأسري مهمة جدا مع خبيرة، إن شاء الله تستفيدوا منها. وحابب أنهي بشغلة، إنه زي ما شفنا إنه أحد الفضائيات الكبرى في أحد أهم البرامج الموجود عندها استندت في دعمها لموضوع المؤامرة لفيديوهين ومعلومة اللي حكى عنهم الدكتور وأثبت إنهم خاطئين. فإذا كانت هذه الحلقة صارت بالخطأ، فكنا خطائين وخير الخطائين التوابون، يعني هذا إشي طبيعي، كنا بنخطأ وإن شاء الله يكون خطأ وبنمشي وإن شاء الله يطلعوا يعتذروا. لكن إذا لم يكن خطأ وكانت مؤامرة على المواطن من قبل الإعلام، فهنا الطامة الكبرى. والله يعينك يا مواطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.